واو، تبدو هذه الألوان جميلة جداً. صادعت عليها بقطعة من البلاستيك. هو هذا رائع لتخلصي من التوتر. إنها أشبه بلوحة فن عصرية. لنجرب شيئاً مختلفاً. سأستخدم منظف النوافذ هذا لأفرض الطلاء على الورقة. سأعلقها على جداري بالتأكيد. ما رأيكم في صنع نمط مموج؟ لقد أحببته. سأستخدم قطرات من الطلاء هذه المرة. سأمرر قطعة البلاستيك عليها. سأحركها من جانب إلى آخر. توجد احتمالات كثيرة، وكل لوحة فريدة من نوعها. سأفتتح معرضاً. سأصبح ثرية. أشعر بالملل جداً. هل تمزحين؟ إنه وقت الوجبة الخفيفة. لنجعل الأمور أكثر تشويقاً. أليوب، ها هي أتية. أمسكت بها. أعلم، هذا مثير للإعجاب. هل تعتقد أن بإمكانك التفوق علي؟ بالطبع، يمكنني فعل هذا وعيناي مغلقتين. سأبهرك. أوه، عيني! ماذا كنت تقول؟ واصل التمرن، سيتحسن أداؤك في النهاية. أريد منكما رسم لوحة لقوس المطر، ومن الأفضل أن تكون جيدة. أحب أقواس المطر. لا أحب استخدام الألوان الزاهية. من يضحك الآن؟ أتوق للبدء. يوجد شيء سحري بشأنها. ماذا تفعل؟ يا لك من أخرق. آني، ماذا تنتظرين؟ هيا ابدأي. إن كنت مصرة، لكني لا أملك سوى اللون الأسود. لننتهي من هذا. إن أردت قوس مطر فسأمنحك إياه، وسيكون أفضل قوس مطر على الإطلاق. لقد انتهيت. أردت توضيح جماله. هل أعجبك؟ معنا فان جوخ في صفنا. ماذا تفعلين يا آني؟ تدا، لا بأس، لا داعي للتصفيق. رأيت قوس مطر من قبل، أليس كذلك؟ هذا الصف غبي جدا. هذا رأيي في قوس المطر خاصتك. ما للحظة، أعطيني تلك الأقلام. سأرتبها بترتيب ألوان قوس المطر، ثم سأحتاج إلى مسدس الغراء. سألصق الأقلام معا بالغراء، ثم سأنتظر ليجف الغراء. حان الآن وقت الرسم. سأمرر الأقلام على الورقة. سأرسم بها قوسان. هاو، يبدو هذا رائعا. تندمج الألوان معا. يا لها من طريقة سهلة للرسم. ها هي ذا، لكني لم أنتهي بعد. لقد استخدمت قلما أسود اللون لأرسم قوس مطر على حافظة بلاستيكية. لا يوجد قوس مطر، ثم يظهر القوس. رائع جدا، أليس كذلك؟ الآن ترون والآن لا ترون. هاو، لقد ظهر مجددا. أي سحر هذا؟ واو، هذا موديل. انتهى عملي هنا. مهلا اللحظة، ترتدين تيشيرت متعدد الألوان. اعتقدت أنك تحبين اللون الأسود فحسب. ماذا؟ كلا، لم ترى ذلك. لا تقل أي شيء وإلا سرك في أمان. كدت أنتهي من واجبي. ستكون هذه الرسمة رائعة. حقا؟ أريد رؤيتها. كلا، ما زالت قيد العمل. كوني صبورة. لقد اكتملت وهي جميلة. ما رأيك؟ أوه، إنها ما هي؟ هل هي بطاطس؟ مهلا، ربما إن حولت عيناي. أوه، لقد رأيتها. إنها بطة. ماذا؟ كلا، كنت أعلم ذلك. أحتاج إلى النظر عن كثب. أحتاج إلى الاقتراب منها مجددا. أوه، إنها واضحة جدا. إنها ليمونة، أليس كذلك؟ كلا، إنها ليست ليمونة. صحيح، كنت خائفة من أن تقولي ذلك. هذا صعب. ما الذي يفوتني؟ هل تمازحينني؟ بالطبع، إنها موزة. انسي الأمر فحسب. أنا آسفة يا عزيزتي، ما هي؟ إنه بيكاتشو. هل هذا هو؟ ليس هذا جيداً. هو أتساءل على أي درجة حصلتِ؟ رسوب؟ هذا أسوأ شيء. ستكون محطمة، لكن أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا. سأضع بيكاتشو هنا مباشرة. سأحتاج إلى بري هذا القلم الرصاص. يذكرني هذا بأن علي شراء مبرات أقلام. هذا أفضل. سأخذ قلم رصاص آخر، ثم سألف رباطا مطاطيا حولهما. سأفعل الشيء نفسه على الطرف الآخر، وسأرسم الآن حول الصورة. أحتاج إلى تتبع الخطوط فحسب. وسيرسم القلم الثاني الرسمة على الورقة الفارغة. هذا أسهل كثيرا من الرسم الحر. ها هي ذي، يبدو هذا جيدا جدا. لا أحتاج إلى هذا بعد الآن. أحتاج إلى إضافة بعض الألوان. ما رأيك يا إيفا؟ إنها مثالية. شكرا يا أمي. من الأفضل أن أستعد للذهاب إلى المدرسة. لا أريد أن أتأخر. فلتحظي بيوم جيد يا عزيزتي. اذهبي واحصلي على امتياز. يا للهول، إيفا انتظري. أنا جائعة جدا، أحتاج إلى وجبة خفيفة. المعلمة مشغولة. هذه فرصتي. أحتفظ بوجبة خفيفة أسفل المكتب تحسبا لحالات الطوارئ. ها هي، علي الإسراع. ستغضب كثيرا إن رأت هذا.
هل كانت تلك حلوة؟ مهلاً؟ تجعلي هذا فحسب. ترى شيئاً. ماذا؟ ماذا؟ لا تتجرأي على هذا. لا يمكنك إيقافي. هذا مقزز يا إيفا. أشعر بالخزي من نفسي كثيراً، لكني لا أندم على هذا. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث. لم يشبع هذا نهمي للوجبات الخفيفة. لحسن الحظ، خبأت رقائق البطاطس هذا. ستفي هذه بالغرض، علي إخفاؤها. ستفي حاملة أقلامي بالغرض، علي أن أكون هادئة فحسب. إنه مجرد يوم عادي آخر. مذاقها رائع جداً، كنت أحتاج إلى هذا. افتحي فمك يا الاتساع. يا لطيبتك، هذا غريب، لا أملك يداً ثالثة. مرحباً يا إيفا، الرقائق ممنوعة، هل سمعتني؟ لقد سمعتك، لكنك لم تقولي شيئاً عن الدونات. ما الذي يجري في الخلف؟ سأشتتها، سأشتتها. إنني أراقبك. لا يهم، أنا أذكى منك. أمسكت بك. ماذا؟ يلا من حكة سيئة. يوجد خطب ما، إنها ماكرة، يحتاج هذا إلى إجراء صارم. كنت أعلم أن هذا التمثال سيكون مفيداً. أحتاج إلى تغيير مظهره. هكذا تماماً، وصل النظر بعيداً، هذا ما أبحث عنه. أعتقد أنني استحققت هذا. إنها ألذ دونتس على الإطلاق، بكريمة وردية وسبرانكلد. إنها عمل فني. لا تأكليها، لا تأكليها، لقد حذرتك. كلا. مهلاً، أنت صلعاء، أعطيني إياها. هذا ظالم جداً، من الأفضل ألا تأكليها. أتركيها حالاً يا إيفا. ليتك تبذلين هذا المجهود في عملك المدرسي. لا مزيد من هذا، هل تفهمين؟ علي تصحيح الأوراق. أجل؟ حسناً، مهلاً اللحظة، لدي فكرة رائعة. سأبدأ برسم دائرتين صغيرتين، ثم سأوصلهما معاً. سأفعل الشيء نفسه بالنصف العلوي، ثم سأرسم نمطاً مموجاً. سأفعل هذا حتى الطرف الآخر، ثم في النصف العلوي. وبعد انتهائي من رسمها بالقلم الرصاص، يمكنني تحديدها بقلم جاف. سيبرزها هذا. علي تتبع الرسمة الأولى فحسب، لن أرتكب أي أخطاء. لا أريد إفسادها الآن، إنها تبدو مثل الدوناتس تماماً. يمكنني استخدام ممحاة للتخلص من القلم الرصاص، ثم سألونها. سأملأ الجزء داخل النمط المموج، ستكون هذه كريمة الزينة. بدأ لعابي يسيل، ثم سألون الدونات. سأستخدم لوناً برتقالياً داكناً بهذا. سأستخدم قلم تصحيح لرسم السبرانكلز. سأنقطها على كريمة الزينة، ثم سأضيف تظليلاً. علي التحرك حول الأطراف فحسب. سأفعل الشيء نفسه بالسبرانكلز، يجعلها هذا تبدو أكثر واقعية. لننتقل إلى المرحلة التالية، حان وقت التبديل. أنت لي أيتها الدونات، وسأترك الرسمة في العلبة. ماذا؟ من هناك؟ أنا متأكدة من أنني سمعت شيئاً. ماذا؟ هل يوجد خطب ما؟ إنني أقرأ كتابي. حسناً، لكنني سأراقبك. من كان يعلم أن الكتب مفيدة للغاية؟ إنها رائعة لإخفاء الدونات خاصتي. أسرعوا، فلتذهبوا إلى صفكم التالي. ها قد رحلوا أخيراً، كنت أتطلع إلى هذا. مهلاً، ماذا يحدث؟ ليست هذه دونات، لقد خدعت. إيفا! لنلتقط صورة ذاتية، تبدو هذه جميلة جداً. أمل أنني لم أتأخر على الصف. على ذكر الجمال، انظري إلى هذا، إنه كيفن. يا إلهي، كيف أبدو؟ مرحباً يا كيفن، أنا هنا. أنت ذا، كنت أمل أن أراكِ. إنه وسيم جداً، سنكون ثنائياً رائعاً. أتساءل ماذا سندعو أطفالنا؟ ومن يهتم؟ سيكونون بالغي الجمال. مهلاً، ماذا حدث للتو؟ كلا، ليس الأمر هكذا. بالطبع هذا ما ستقولينه، علي الذهاب. إذن أنا وحدي مجدداً. يا إيفا، عليك رؤية هذا، إنه مضحك جداً. لا أعتقد ذلك. كان ذلك وقحاً. إيفا، ها أنت ذا، أحضرت لك مثلجات. كلا، لا أريدها. إنها بنكهة الشوكولاتة المفضلة لديك. كلا، ابتعدي، ستذوب. حسناً، لنجرب هذا مجدداً. بشأن كيفن، لقد رحلت. مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذا. سأقطع أولاً دائرة من قطعة الورق، ثم سأرسم وجهاً عليها. أعتقد أنني سأختار الوجه التعبيري الذي يضحك ويبكي، إنه كلاسيكي. سأحتاج إلى دائرة صفراء ودائرة وردية، سأضعهما على الوجه التعبيري. سأزين الدائرة العلوية برسمة الوجه المحب، إنها جميلة جداً، انظروا إليها. ثم سأضيف دائرتين أخريين، وسأرسم وجهاً تعبيرياً آخر. أعتقد أن هذا ينبغي أن يكون وجهاً حزيناً.
ها فلتبتهج أيها الصغير. سأضع دائرة وردية عليه وسأقلبه وسألصق العصا بالغراء على ظهره. أريد أن أكون سعيدة فحسب. إيفا عليك رؤية هذا. ما الأمر الآن؟ هكذا تبدين. علينا تحويل هذا العبوس إلى ابتسامة. هذا مضحك جداً. هكذا آشار، أحبك. أنت صديقتي المقربة. أنت محرجة جداً. أجل أعلم ذلك، لكن هذا مضحك، أليس كذلك؟ أعتقد هذا. أنا آسفة يا إيفا، لم أقصد أن يحدث ذلك. أهلاً، هل ترين هذا؟ مستحيل، أنت مضحك جداً يا كيفن. ها، ليس من النوع المفضل لي. إذن هل سنعطي هذا؟ أوه، هبدو جميلة بالفعل. هو أجل، هكذا تماماً، انتهينا. حسناً، من التالية؟ هذه أنا، لننتهي من هذا. واو، أحب زيك. يمكنني العمل باستخدام هذا. أحب المظهر أحادي اللون. ما رأيك في الابتسام؟ ما رأيك في الرفض؟ حسناً، تحبين المظهر المزاجي، لقد فهمت. ما هذا؟ هل هذه يد؟ إنها معي، هذا غريب جداً. ابتعدي عني. كلا، الكاميرا الخاصة بي. لا يمكنني استخدامها، لقد انكسرت. كيف يفترض بي التقاط صوري الآن؟ مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذا. أعتقد أن هذا قد ينجح، يستحق الأمر التجربة. ابقي مكانك فحسب. سأرسم وجهك فحسب وسأمر عليه بخطوط داكنة أكثر. سأتمهل وسأستخدم ضغوطاً مختلفة على القلم الرصاص. سيمنحني هذا تظليلاً وقواماً. سيساعدني في جعل رسمة أكثر واقعية. واو، هذه الرموش تبدو رائعة. ليت بإمكاني وضع الماسكارا خاصتي بهذا الشكل. سأرسم الآن العين الأخرى. أريد أن ألتقط جوهرك، فالعين تروي قصة صاحبها. تلطيخ الرسمة سيمنحني تظليلاً. يمكنني استخدام أداة خاصة لهذا، وستحمي يدي من أن تتسخ. استخدام قلم رصاص أبيض يمنحني تبايناً، مما يعطي انطباعاً بالإضاءة والظلام. وسأظلل الآن قليلاً حول العينين. سيبرز هذا الانحناءات الطبيعية لوجهك. إن عظمتي الوجنتين بارزتين. هاو، سأضيف الآن المزيد من التفاصيل حول العينين. لا يمكن استعجال المثالية. بدأت الرسمة تكتمل. سأعمل الآن على الشفتين. المزج بين الأقلام الداكنة والفاتحة يمنح عمقاً للرسمة، وسيبرزها هذا. وها هي الرسمة تصبح واقعية. حان وقت الشعر الآن. استخدام خطوطاً خفيفة وثقيلة سيعطي شكل الشعر. سأترك فجوة في المنتصف ستمثل انعكاس الضوء، ثم يمكنني العمل على الضفيرتين. سواصل العمل عليهما. سأجعلهما أكثر كثافة، ثم سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. إنها نفس العملية، مكونة من بناء الطبقات والقوام. أريد أن أبقي انعكاس الضوء في نفس المكان. يمكنني الآن العمل على الجسم. سأرسمه بخط خفيف وسأمر عليه بأداة المزج لأضع تظليلاً. يسرني أنك لا ترتدين ملابساً بألوان متعددة، يسهل هذا عملي كثيراً. بعد الانتهاء من رسمها سأمر عليها بقلم أسود اللون، وسأستخدم ضغطاً أكبر. أعتقد أنها اكتملت. إنها أفضل من أي صورة ألتقطها. لقد أجدت رسم تحديقك المخيف. شاهدي الرسمة، ما رأيك؟ أمل أن تعجبك. هل هذه أنا؟ أنا أبدو جميلة. أنت موهوبة جداً. لقد قلقت لوهلة. ظننت أنك ستجعلين اليد تهاجمني. تفضلي. ارحلي الآن من هنا. هل يمكنني النظر الآن يا أمي؟ عيد ميلاد سعيد. أجل، شكراً يا أمي. لدي هدية لأجلك. حقاً لأجلي؟ أنت تستحقين هذه يا عزيزتي. واو، أتساءل ما هي؟ هذا مشوق جداً، أحب المفاجآت. هل هذا آيباد؟ شكراً يا أمي، هذا مذهل. أنا سعيدة جداً، أحبك يا عزيزتي. لدي فكرة، سأرسم شيئاً. هذا جيد، إنها فراشة جميلة. كان هذا سهلاً جداً. مهلاً، ماذا يحدث؟ واو، انظروا إليها، إنها ساحرة جداً. ماذا أرسم أيضاً؟ لدي فكرة،
هل يجدر بي فعلها؟ أجل، سأفعلها. سأرسم كمية كبيرة من النقود، والآن سأنتظر. يحدث شيء ما، أعتقد أن الأمر ينجح. أوه، انظروا إلى كل هذه النقود. واو، أنا ثرية، لم أرى هذا القدر من النقود من قبل، وهي حقيقية. سأذهب للتسوق لاحقا، لكن أولا علي رسم شيء آخر. ها أنا ذا، لقد رسمت مخططا خفيفا، ثم سأمر عليه. سأرسم العينين، إنها تبدو جيدة بالفعل. ثم سأرسم الأنف والابتسامة، يعجبني هذا. سأرسم الجسم الآن، يا لها من سترة مريحة، لم أكن لأمانع الحصول على واحدة منها. ها قد انتهيت من الأجزاء الأساسية، سأبدأ بالعمل على التفاصيل الصغيرة. سأرسم الشعار على عصابة الرأس، إنه مجرد شكل لولبي. حان وقت التلوين، سأستخدم اللون الأصفر للشعر، أعتقد أن الشعر الأشقر يلائمه. سأستخدم اللون الأزرق لعصابة الرأس، سأستخدم درجات مختلفة من الأزرق، ثم سأضيف تظليلاً، أريد صنع تباين. سأعطيه مظهر ميتاليك، فهذا فعال جداً. سأستخدم لوناً وردياً فاتحاً للبشرة، ثم سأضيف لوناً وردياً داكناً أسفل الأنف وللأذنين. استخدام الآيباد يسهل إعطاء رسمتي قواماً وواقعية، يتبقى فقط تحديد أماكن سقوط انعكاس الضوء، ثم استخدام ألوان مختلفة. سأستخدم درجة داكنة أكثر من اللون الوردي للرقبة وسأضللها. سأضيف المزيد من التفاصيل للشعر، تجعل شعره يبدو مدبباً، وسأقترب الآن أكثر على عيني، سيكون صبياً بعيون زرقاء. سأرسم الآن بها بعض الخطوط السوداء. سأختار أداة القاطع وسأمر حول العينين بحذر والجفون، ثم سأزيل اللون. ما التالي؟ أعلم ما سأفعل، الملابس، أحب هذا اللون. سيحتاج إلى قليل من التظليل. فور الانتهاء يمكنني تلوين بقية السترة. سأستخدم لون الجينز الأزرق لهذا، كان هذا سريعاً. سأضيف بعض اللون الأزرق لهذا، أحتاج إلى اختيار خط أرفع. ولما لا أضيف شوارب؟ سألون الخلفية، أعتقد أن الرسمة جاهزة. واو، إنها مذهلة. هيا، ما الذي يستغرق وقتاً طويلاً؟ أخيراً؟ أوه، مهلاً، ماذا يحدث؟ لقد رسمتك. أوه، هذا منطقي جداً. إنها حفلة عيد ميلادي. حسناً، سأمزج القليل من هذا اللون. فرصتي الآن بينما هي غير منتبهة. تبدو هذه التفاحة شهية، لابد أنها حلوة وطرية. ها؟ تباً، كيف أصبحت تحمل تفاحة؟ أوه، شكت بي. حسناً، أعتقد أن هذا المكان صحيح. سنرى آخر الأخبار. هاي، كيف حالك؟ لم نتحدث منذ وقت طويل. هاو، قد أفعل هذا بمانيكيري أيضاً. ها، وأخيراً، يحدث شيء ما. انظري لهذا الضوء، يقترب منا كائن فضائي. هذا مثير. رائع، متحمسة لرؤية ما سيحدث لاحقاً. مهلاً، لا يسمح لي باستخدام أي من يدي. يسمح لي باستخدام يد واحدة، ولا بأس بذلك. حان الوقت لرسم الكائن الفضائي الصغير. هذا هو رأسه، وسأرسم جسمه الآن. ويجب أن يملك الكائن الفضائي ذراعين، ثم سأرسم ساقيه الرفيعتين، وبعدها أضيف بعض التفاصيل. والآن إلى العيون التقليدية الكبيرة، وأنف صغير، وفم صغير أيضاً، ثم أجعله يتحرك. أوه، لقد رسمته بشكل مثالي بيد واحدة. يا إلهي، بجوار كائن فضائي حقيقي، إنه يفعل شيئاً بطبقي وقلمي. لنرى ما رسم. يبدو أنه حاول رسم كائن فضائي. أيها السيد الفضائي، انظر ماذا فعلت بطبقي. أترى؟ يمكنني أن أجعله يرقص بتحريك الماء. يا إلهي، إنه يتحرك بطريقة رائعة. هل أعجبك؟ أجل، لقد أحبه. واو، هي لها من كيكة جميلة بشكل فضاء. واو، إنه يضعها أمامي. أعتقد أنها أصبحت لي. تفضل، خذ هذا، لعلها أفضل كيكة رأيتها في حياتي. أوه، لقد حصلت هي على كيكة، بينما حصلت أنا على لا شيء، مجرد خربشات لفضائي على طبقي. هي، ماذا عن طبقي؟ ألا تريد هذا أيضاً؟ ربما تبدله بكيكة؟ كلا. تبان، أنت من رسمتها؟ لا أصدق هذا. تبدو شهية، سأتناول لقمة منها. كيكة فضائية شهية، سعيدة جدا لحصولي عليها.
هذه الحلوى المفضلة لدي، إنها بنكهة الفواكه. النكهة الاستوائية هي الأفضل برأيي. أهلاً، خطرت لي فكرة، سأسكب بعضها من الكيس. إنها بألوان جميلة وزاهية، أحب الوردية من بينها. الآن حان وقت التنظيم، سأبدأ بالحبات الزرقاء ثم الوردية. جيد، إنها مرتبة وجاهزة للسحر. رائع، نجحت، حولتها إلى بوبيت تماما كما أردت. حان وقت اللعب بها الآن. هي ما بكي، ماذا تفعلين؟ يجب أن نرسم. أوه معك حق، نسيت، انشغلت بلعبة بوبيت. إنها فرصتي، سأستخدم هذا. في الواقع سأستعين بها في رسم لوحتي. سأبدأ بهذا الطلاء. حسناً، سأطلي الجزء الداخلي منها بهذه الفرشاة. أنا متحمسة جداً لرؤية النتيجة في النهاية. حسناً، سأفعل الآن الشيء ذاته بالصف البرتقالي. إنه جاهز، والآن سأجربها. سأقلب لعبة بوبيت فوق الورقة وأبدأ بالضغط عليها. أحمر، أحمر وأزرق هذه المرة. تباً، إنها تستخدم كلتا يديها كما لو أنه مسموح لها. أهلاً، أعرف ما علي فعله. سأستخدم أنفي. سأضع نقاط الطلاء على الورقة باستخدام أنفي. يسير هذا بشكل جيد. سأبدل الألوان الآن. انظري، صنعت شكل بوبيت بأنفي. ياي، وأنا رسمت واحدة أيضاً. إنها جميلة في الواقع. انظري لهذه النقاط الجميلة، إنها أفضل من نقاطك. واو، القوة السحرية، بسكويت بوبيت. سأتذوق. يا للروعة، شهي جداً. يبدو شهياً فعلاً. سأتناول واحدة أيضاً. أترين هذا الضوء؟ يبدو أننا حصلنا هذه المرة على صندوقين. سأخذ هذا. مستحيل، انظري إلى ما لدي، علبتان من بخاخ الطلاء. ماذا يوجد في صندوقي يا ترى؟ فكرة لدي، سأفتحها. واو، صندوق مليء بأقلام التلوين الخشبية، أحببتها فعلا. صندوق آخر صغير، ماذا يوجد بداخله يا ترى؟ سأفتحه لنعرف ذلك. لم أتوقع هذا إطلاقا، إنها عين من الجالي. طرية جدا، سأكلها لأني أتضور جوعا. لذيذة وطرية أيضا. واو، استمتعت بتناوله، ليته يوجد المزيد منها. هي انظري، يسمح لنا باستخدام أيدينا هذه المرة. أحضرت القفازات وأنا مستعدة للرسم. سأبدأ باللون الأزرق وأرسم بقعة في المنتصف. والآن سأستخدم هذا الكوب كدليل لي لاستخدام الطلاء الأبيض. حصلنا على دائرة زرقاء مثالية، ولاحقا سأحتاج هذا الطبق وأضعه مواجها للورقة. ثم سأستخدم الطلاء الأسود، القليل من اللون الأسود في المنتصف لحدقة العين لتصبح عينا. أنا مستعدة بأقلامي ويدي. هيا بنا، سأرسم عينا بيد واحدة. ستكون النتيجة جميلة. وأعتقد أني انتهيت. تدا، وجهي السعيد جاهز. واو، كيف فعلت هذا؟ ماذا؟ عيني الصغيرة والجميلة، أليست مذهلة؟ مستحيل، حول السحر رسمتي إلى عين حقيقية، إلا أنها أضخم. مستحيل، لا أصدق، إنها عملاقة. هل يمكنني تناول القليل؟ أو كلا، إنها لي. والآن بالإذن أريد تناولها. تباً، فأنا لم أشاركها كيكتي. واو، ماذا يحدث؟ ما هذا؟ واحدة أخرى؟ هناك المزيد. حصلنا على قطعة ورق. يحدث شيء ما، إنه السحر ثانية. انظري، كوز آيس كريم جميل، كم هو جميل، يبدو لذيذا أيضا. ليتني أملك واحدا حقيقيا. رائع، ماذا لدي؟ سيكون هذا ممتعا. بدون يدين ثانية، يا لحظي، يمكنني استخدام يد واحدة وفرشاة التلوين، وسأغمسها في الطلاء. أعتقد أني سأبدأ باللون الأحمر. سأقوم بطلاء الآيس كريم. سأضع على الرسمة نقاطا بألوان مختلفة. وضعت الأحمر والأصفر والأزرق ومعظم الطلاء الأبيض. ثم سأضيف القليل من الماء لمزج الألوان. انظروا إليها وهي تلون. من الأفضل أن أبدأ. أعتقد أن علي استخدام فمي. يمكنني القيام بذلك. حسنا، سأضع بعض النقاط على هذه الورقة وسأضع القليل من هذا اللون أيضا. وربما سأضيف هذا اللون هنا. لا، أصبحت فظيعة. حسنا، أظن أن هذا ما حصلت عليه. تدا، إنها ملونة على الأقل. هذا ما تمكنت منه. انتهيت من تلوين كوز الآيس كريم أيضاً. أترين؟ نتيجة تقنية المزج رائعة. أحببتها بالفعل. تحول إلى آيس كريم حقيقي تماماً كما تمنينا. يشبه كوز الآيس كريم الذي لونته أيضاً. حان الوقت لتذوقه. أمل أن يكون لذيذاً. شهي جداً. أعرف أنك تتمنين الحصول على واحد أيضاً.
ماذا ينتظرنا هذه المرة يا ترى؟ هذا مثير. يا إلهي انظري، ضفدع جميل، انظري إليه وهو يقفز. حسناً، أنا مستعدة لرسم ضفدع. واو، أنا أيضاً أحب الضفادع. سأجهز ورقتي. مرحى، يمكنني استخدام كلتا يدي، ويمكنك استخدام يد واحدة. يبدو أني سأستخدم هذا القلم المدبب لرسم الضفدع. سأبدأ برسم نصفي قلبين بهذا الشكل، ثم سأصلهما معاً من الأسفل بهذه الطريقة ومن الأعلى بشكل قوس. انظري لهذه الأصابع الصغيرة. رسمت عينيه وسأبدأ بتلوينه الآن. يجب أن أستخدم اللون الأخضر طبعاً، إنه ضفدع محترم. يحق لي استخدام كلتا يدي وسأفعل ذلك. يجب أن أفعل ذلك أسرع بمرتين. يا لها من استراتيجية مذهلة، لقد كانت محقة بشأن الأصابع. إنها لطيفة جداً. حسناً، انتهيت من المسودة وحان وقت التلوين. سأفعل ذلك بسرعة وبشكل جميل، لكنه قد لا يكون لطيفاً. سأسرع أكثر. واو، انبعث الدخان من الورقة. ماذا هناك؟ كيف اشتعلت النار؟ حسناً، أظن أني انتهيت من رسم ضفدعي. يبدو أني تعجلت بتلوينه. حسناً، لم تشتعل رسمة ضفدعي وها هي. أليست جميلة؟ أوه، ما هذا؟ ضفدع جيلي؟ لابد أن أتى من لوحتي الجميلة. حان الوقت لرج الصورة. تشك 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 تشك. واو، الكثير من الضفادع. أوه يا إلهي، رائحة شهية بنكهة الليمون. سأتناول لقمة من هذا. لا يمكنني الانتظار أكثر. أوه رائع، كم أحب حلوى الجيلي. أوه، ماذا تفعلين؟ تمهلي. لا، أنا أحبها كثيراً. انظر لهذا المكان الجميل. يا إلهي، انظري لهذه الرموز الهيروغليفية. أشعر برغبة قوية للمسها. يحدث شيء ما، أظن أن علينا الخروج من هنا. واو، ماذا حدث؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ انظري لهذا الكم من لوازم الرسم. هاي، ما هذا؟ إنه وحش فنان. هاي، هل يريدون أن أقوم بأعمال فنية؟ هذا تحدي رسم. حسناً. يبدو أن الوحش جاهز للتحدي الأول. تبدو هذه السمكة. حسناً، أعتقد أن بإمكاني رسمها. ولكن من أين أبدأ؟ وجدتها! سأرسم خطاً لولبياً ثم سأضيف إليه التفاصيل. لا يمكنني نسيان حراشف السمكة. ثم السمكة الثانية، لديها خطوط كسمكة القرش النمر. والآن السمكة الأخيرة، لديها قدرة على التمويه للاختباء بين أعشاب البحر. والآن وقت أفضل جزء وهو تلوينها. ماذا يفعل يا ترى؟ سألقي نظرة أخرى. لا، انتهى الوقت، أحتاج للقليل فقط. إنه يجمدني. واو، كان عليها الإصغاء للوحش. لكني أنهيت رسمتي. رسمت ثلاث سمكات ولونتها أيضا. لقد أعطاني سمكة. إنها سمكة حقيقية أيضا. ماذا يفترض بي أن أفعل بها؟ لن أتناولها بكل تأكيد. ياي، حولها إلى سوشي. بالتأكيد يمكنني تناولها بهذا الشكل. يوجد أيضاً عيدان لتناول الطعام. سألتهمها الآن. شهية وطازجة. ما زالت نيومي مجمدة. وماذا عنها؟ وأخيراً، شعرت ببرد شديد. تفضلي، تناولي بعض السوشي. شكراً توماس، هذا من لطفك. يا ترى، ما الرسمة التالية؟ إنها زهرة. حسناً، لنبدأ الآن. رسم هذه الزهرة أصعب من السمكة. ربما بواحد من هذه الألوان. لكنها وردية وجميلة. وجدتها، هذا هو الحل. سأستخدم هذا اللون الأسود.
أصبحت الآن جاهزاً لرسم هذه الزهرة الجميلة. لا أعلم ماذا يفعل، لكنه غريب عجيب. بوسعي رسم هذه الزهرة بإتقان. سأقوم أولاً برسم البتلات، والآن سأنتقل للطبقات الخارجية. بدأت تظهر ملامحها. انتهيت، أسهل من السمكة بكثير. انتهى الوقت. ها هي زهرتي، إنها تصور المشاعر التي أشعر بها عند رؤيتها. هذه زهرتي أيها الوحش. مستحيل أعجب الوحش بزهرتي. ما أجمل هذه الزهرة، حان الوقت لأكلها. أذوق الرؤية التالي. لا أصدق، هذا برجر شهي. يا إلهي، سيكون رسمه صعباً. سأتأكد من مقياس الرسم. تباً لا يفيدني هذا. وجدتها، سأستعين بالمسطرة. جيد، حصلت على القياسات. والآن ما الأداة التي سأرسم بها؟ يجب أن أتخذ القرار السليم. الوقت ينفد. سأستخدم اللون الخشبي. أفضل خيار هو الطباشير. رسمت الخبز. سأرسم الآن الكاتشب والخس والخردل، ولن أنسى شريحة البرجر وقطعة الخبز التي في الأسفل. واو، هذا رائع. لا، أحتاج وقتا أطول. لم أتجاوز هذه الخطوط. أيها الوحش، انظر لرسمتي، ما رأيك؟ مرحى، أظنها أعجبته. واو، لكن مهلاً، هذا البرجر مجمد. كيف سأتناول برجراً محبوساً في مكعب ثلج؟ حتى البرجر تجمد على حظك. ماذا أحضر لنا هذه المرة؟ ياي، بيتزا المفضلة لدي. يفترض بها أن تكون أسهل. أحتاج لصورة مرجعية جيدة. هذه الصورة ممتازة. سأتتبع الشكل. حسناً، سأرسم البيتزا بقلم التحديد هذا. أظن أني وجدتها. هيا بنا. BIZZA. أظن أني بحاجة لشيء آخر. ماذا لو قمت بشيء كهذا؟ سأوصل الحروف بهذه الطريقة، ثم سأضيف الحشوة. والآن وقت التلوين. أتمنى أن أفوز هذه المرة، فأنا جائع. سألون الجبنة باللون الأصفر. أهلاً بالبيبروني. انتهى الوقت. يريد الوحش إصدار الحكم. لا، لقد بدأت للتو. حسناً، هذه رسمتي، لكنها مسودة. ها هي رسمتي أيها الوحش، أتمنى أن تعجبك. مرحى، فزت بهذه الجولة، وها هي البيتزا. واو، إنها ضخمة. سأطويها من المنتصف على بعضها. واو، تبدو شهية جداً. هيا بنا. واو توماس، إنها ضخمة جدا. ها قد أتى مع التحدي التالي. دونات وردية شهية. هذه سهلة. كلا، هذا سيء. سأبدأ من جديد. رسم الدوائر صعب. سأستخدم علبة طلاء هذه لرسم الدائرة. حسناً، بهذا الحجم مستحيل، إنها صغيرة جداً. مهلاً، لحظة، أعرف ماذا سأفعل. سأرسم محيط قبضتي. فيما كنت أفكر إنها ليست دائرة. مهلاً، لكن رأسي دائري. سينجح هذا حتماً.
واو، سأستخدم ورق المربعات. يمكن أن تبدو المربعات كدوائر بهذه الحيلة. عليك فقط أن تتحرى الدقة في الزوايا. سأستخدم هذا اللون البني لتلوين دونات، ثم أستخدم اللون الوردي للتزيين. سأستعين بأكثر من لون لتحقيق العمق للرسمة. سأترك بقعا فارغة من أجل حبيبات الزينة. انتهيت، تبدو مذهلة. أوه، يقول أن الوقت انتهى. على الأقل هذه دائرة، صحيح؟ نوعاً ما. أيها الوحش، انظر لدونت خاصتي. رائع، لقد أعجبت، كنت على يقين من ذلك. واو، حصلت على دونت. رائحتها شهية جداً ومذاقها رائع. ربما لو استخدمت رأس أحدهم. مرحباً، ماذا يحدث هناك؟ يلا الروعة، هل نفعل ذلك؟ 1، 2، 3. يلا الروعة، ماذا علي أن أفعل بهذا؟ هو سأشتري ما أحتاج إليه فحسب. ها؟ ما هذا؟ ليست معدات رسم، هذا مؤكد. الموجود في هذه على كل حال. مهلا قليلا، راودتني فكرة. سأقص أطراف الأكياس فحسب، سينتج عن ذلك بعض التدفق. بقي واحد، دع الطلاء ينسكب. أوه أجل، انظروا إلى كل هذه الألوان. والآن دعوا الجاذبية تؤدي عملها. مشاهدة ذلك ممتعة، أليس كذلك؟ إضافة صغيرة للون الأبيض ستحدث تأثيرا ممتعا. سأنثره قليلا. هذا رائع جدا، انظروا إلى ذلك فحسب. انتهيت تماما، هل تعجبك؟ هذا غريب جدا، أليس كذلك؟ بالتأكيد، لكن انظري إلى ذلك. كيف حصلت على هذا القوام؟ لقد فزت مجددا. استعدة، سأرمي الكرة. هيا، إنها آتية في الطريق. مهلا، لقد أمسكتها. لقد تساهلت معك. حسنا، دعيني أحصل عليه. لك ما تريدين، سأضع عليها بعض الصلصة. هو احترسي. يلا الحول. أوه، هذا ليس جيدا، يجب أن أمتزج بالطلاء. يلا الهول، لقد قلت جملة غبية جدا. ماذا؟ لوحتي. عفوا، أنا آسفة بشأن ذلك. ما هذا؟ ما خطبكما؟ لقد أفسدتما لوحتي. إنها سيئة في التصويب. نعم، هذا حقيقي، أنا آسفة بشأن لوحتك. أتعلم؟ ربما كان هذا تحسيناً في الواقع. حقاً، لقد أصبحت تحتوي على ثقب. مهلاً، ما الذي يحدث؟ وداعاً، لقد سقطتا في فخي. أين نحن؟ أوه، يبدو هذا مثيراً. كل هذا بسببك. ماذا سنرسم أولاً يا ترى؟ مهلاً، انظري إلى ذلك، شبح. أنا أحب الفن المرعب. وماذا يفترض مني أن أفعل بهذا؟ لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك. لنبدأ. سأحتاج إلى قطعة من الورق المقوى الأسود. سأعصر الطلاء الأبيض عليها، ثم سأنشره. ويمكنني إضافة التفاصيل بمجرد أن يجف. يبدو هذا الشبح وحيداً، ويحتاج إلى بعض الأصدقاء. لقد صنعت ثقباً في قطعة ورق مقوى أخرى، وزينتها بشباك العنكبوت. صارت تبدو مثل إطارات الصور. سأثبتها على ورقة مقوى بيضاء. هناك مفاجأة داخلها. أوه، لقد أخفتكم. انظري هنا، أليس هذا مخيف؟ كيف من المفترض أن أنافس ذلك؟ مهلاً، وجدتها. سأضع يدي على الورقة وسأوجه راحة يدي إلى الأعلى. والآن سألونها بالأبيض. هذا يدغدغ، أحتاج إلى تغطية يدي. سأضغط بها على الورقة. لا تقلقوا، لم أنتهي بعد. سأقلب الورقة، أريد أن تكون اليد متجهة للأسفل. والآن سأكتب رسالة على الورقة. سأخذ وقتي، فمن الصعب رؤية هذه الرسالة. وبعدها سأحتاج إلى الطلاء الأسود. سأرش خطاً بطول الجزء العلوي من الورقة. لا أحتاج للكثير. الآن سأسحب الطلاء إلى أسفل الصفحة، وعندها سيحدث السحر. سأرسم عينين الآن، يمكن وضعهما هنا مباشرة. لقد انتهيت، شاهدي هذا الغول المخيف. ما رأيك؟ هل من المفترض أن يكون هذا مخيفاً؟ هذا هو الشبح المخيف. بو! لقد تمكنت منك. لا تتصرفي بلوم. لنرى من فازت. انتظري، إنه تعادل. هذا رائع جداً. يبدو هذا عادلاً. لا، هذا ليس صحيحاً. أريد الحديث إلى المدير. هذا ممتع بحق. والآن سنحصل على ورقة شجرة. من يفكر في هذه الأمور؟ هل هذه مزحة؟ أنا لا أضع القواعد.
لا بأس، سأستخدم ما حصلت عليه. يمكن أن أرمي هذه في القمامة. شاهدي هذا، سأرسم ورقة الشجر على هذا المنديل الورقي. والآن سأقلب الطبقة العليا وسأرسم على الطبقة السفلية. سأستخدم أقلاما بألوان مختلفة. قد يبدو الأمر عشوائيا الآن، لكن ثقوا بي فأنا أعرف ما أفعله. لقد أوشكت على الانتهاء. سيفي هذا بالغرض الآن. سأعيد الورقة العلوية إلى مكانها، وبعد ذلك سأحتاج إلى فرشاة للطلاء وماء. سأغمس الفرشاة في الماء ثم سأضغط بها على المنديل الورقي. لا أريد أن أنقعه في الماء. سأستخدم القليل من الماء فقط في كل مرة. الحبر على الورقة السفلية بدأ يظهر، سيبدو ملوناً جداً. أنا سعيدة جداً بذلك. مرحباً يا أوليفيا، لقد انتهيت. لقد أحببت ذلك، كنت واثقة من ذلك. حان دورك. هذا أصعب مما كنت أظن. مهلاً، لقد وجدتها، لكنني سأحتاج إلى ورقة شجر حقيقية. أحمل هذه معي دائماً. سأضعها على الطاولة ثم أغطيها بورقة. سأضغط عليها بيدي وسأدعك إصبع الباستل على الورقة. سيخلق هذا انطباعاً بوجود ورقة شجر. يبدو هذا جيداً، لكنني سأجعله أفضل من ذلك. سأغير اللون، سيكون هذا رائعاً. يجب أن يفي هذا بالغرض. ألقي نظرة على هذا. هل من المفترض أن أشعر بالانبهار؟ أوه، لم أنتهي بعد. سأفرغ الورقة الآن. سأتبع الخط الخارجي فحسب، سأتحرك بهدوء وروية. تدا! إنها لطيفة. هذا ليس نوعي المفضل. لدي شعور جيد حيال هذا. مهلا، لقد فزت. هل رأيت ذلك؟ أوه، هذا غير عادل. لا، سأعطس. أعطيني ذلك المنديل. هذه كمية كبيرة من المخاط. انظري إليها. أوه، آسفة. يمكنك استعادة المنديل مرة أخرى. فني! لا، احتفظي به. هل هذا يعني أنني فزت؟ هذا الفيل مرعب. غير القناة، هيا. هل وضعت هذا الشيء هنا؟ إنها أول مرة أراه. ما هذا الشيء يا ترى؟ لؤلؤة حقيقية؟ إنها ساطعة. ماديسون، ماذا يحدث هنا؟ أوه، من أين جاء هذا الزي؟ أوه، أظن أني صدت شيئاً. هذه أنا يا براين. على ما أظن، يا لجمال شعري. واو، هل تستمتعان بوقتكما؟ بدأ هذا اليوم يأخذ منحناً آخر. سأدور عجلة التحدي. حان وقت تحدي رسم جديد. واحد، اثنان، ثلاثة، وحصلنا على الصدفة الزرقاء. أوه، كم أعشق القطط. أبرا كادابرا. أوف، هيا. أخيراً، كيف فعلت ذلك؟ ماذا يوجد داخلها؟ قرش ذهبي؟ إنه دورك. سأدخل كلتا يدي. أظن أني أمسكت بشيء. إنها قطة حقيقية. يا لجمالها. ما اسمها يا ترى؟ سأسميها مارشميلو. اسم جميل. لماذا حصلت على هذا القرش؟ وجدتها. سأستخدمه لرسم قطة. كل ما أحتاجه نصف دائرة مستديرة والباقي سهل. بدأت الرسمة تتضح. بضع أشكال مختلفة خلقت رسمة مذهلة. وبعض الألوان طبعاً. سأضيف بضع لمسات نهائية. والرسمة جاهزة. شكراً على القرش. أوه، يا قطتي العزيزة، مارشميلو. لم ترسم أي شيء. انشغلت مع القطة. شاركاني رسمتيكما للقطط. هذا الموقف محرج. كم أبدعت في هذه الرسمة. مياو، إنها رائعة. شكراً. لم ترسم أي شيء يا براين. أبرا كادابرا. ماذا؟ مارشميلو؟ حان وقت جولة جديدة. أين ستقف يا ترى؟
الصدفة البرتقالية؟ إنها جولة مفاجئة. لم أفهم. اختاريني، أعرف الإجابة. صنارة صيد؟ كلا. لحظة، عرفت الإجابة. نعم يا براين. سيارة، صحيح؟ كلا، ليست سيارة. يونيكورن. أوه، ها، يمكنني رسمه. لدي الكثير من اليونيكورن. أعشق اليونيكورن. فقدت هذه الفتاة صوابها. أليست رائعة؟ الآن بدأ العد. ليس من الصعب رسم اليونيكورن. الألوان الزاهية جزء رئيسي في رسمه. لا تجف الأقلام الخطاط على البلاستيك، لذا سأستخدم عدة ألوان بهذا الشكل وأضع القليل من الماء حتى تتداخل الألوان مع بعض. سأضع ورقة أخرى فوقها للحصول على تأثير تاي داي جميل. أياً كانت رسمتك، ستبدو سحرية فوق هذه الألوان. سألونها بلون أسود. أترى كيف برزت وسط الألوان المختلفة؟ ألا تبدو رائعة؟ هل انتهى الوقت؟ رسمتي جاهزة. ما أجمل هذه الرسمة، لقد أعجبتني. ماذا عن رسمتك؟ لم ترسمي أي شيء يا ماديسون؟ هل تريدين واحدا منهم؟ كلا، شكرا. تمام، كما تريدين. لا أحب رؤيتها حزينة. خذي، هل تريدين رسمتي؟ لا يمكن لأحد الاكتفاء من اليونيكورن أبدا. أوه، هذا لطيف. مستعدان للجولة التالية؟ تعني الصدفة الوردية نسرا. لم أنتهي بعد. ماذا؟ هل يعني هذا الرمز شيئا؟ هل هو رمز سري؟ سأجرب شيئا معه. هذا محير. ماذا سأكل على الغداء؟ يبدو أنها تعرف ما تفعل. تؤلمني يدي. وجدتها. سأرسم النسر من هذه النقاط. سألونه الآن. سأسرع في هذه الخطوة. يعجبني. والرسمة جاهزة. هل انتهيتي؟ أوه، في الوقت المناسب. انظري، إنها مبهرة. أوه، شكراً. اتبعت نمطاً حراً في رسمتي، كما أنها براقة. هل أعجبتك؟ يبدو مثل حورية بحر. طيب. استعدا للجولة التالية لنرى. الصدفة البنفسجية، ويعني هذا قرداً. واو، مستعدان؟ إنها تريد قرداً؟ أوه، هذا مضحك. أو لا لا، لا تتصرف كقرد، بل ارسمه. ماذا تفعل؟ ماديسون، هل يمكنك مساعدتي؟ طيب، دعني أرى. رسم القرد عملية سهلة. ألا يبدو ظريفاً؟ أكاد أسمع صوته. واو، أنت الأفضل. حان وقت رسمتي. بقيت دقيقة واحدة فقط. هل وقتك السيف يا ماديسون؟ رسمتها بنفسي. أليست جميلة؟ وهذه رسمتي. تبدوان متشابهتين، كما لو كان قد رسمهما شخص واحد. هذا غريب. إنها رسمتي. أو حقاً؟ طيب، يمكنك استعادتها. إنها رسمتي.
أنا فخورة بك. سنبدأ جولة جديدة الآن. على أتم استعداد، تعني الصدفة الصفراء مربعاً. بالتوفيق. أظن أنه يمكنني ابتكار شيء. هذا سهل، رسمت المربعات أيام الروضة. واو، إنها ترسم شكلاً هندسياً. لا أحتاج إلى هذه المسطرة. هذا أفضل. ستعجبهم. أوشك الوقت على الانتهاء. مربع. هل هذا مربع أصلاً؟ إنه شيء ما. مربع. شكراً على الإضافة. أسكخوات. هل تراه الآن؟ واو، هل هذا سحر؟ فكرة عبقرية. أوه، لم أطوي مربعي بعد. هل ترينه الآن؟ لا بأس يا براين. أوه، مربع غبي. أريني الطريقة. إنها سهلة. انظر بتمعن. أوصل الخطوط التي رسمتها. هل بدأ الشكل يتضح الآن؟ واو! لديكما حس فني إبداعي. شكراً على المشاركة. واو! هل يمكنك تصديق ذلك؟ يجب أن نخبر الجميع. يجب أن نخبر الجميع. هل هذا صندوق براين؟ لا يمكنني التوقف عن التحديق به. هل تظن أن... انظروا إلى هذا، لقد تمكن الفنان حقاً من التقاط جوهر هذه البرتقالة. ماذا تفعل هنا؟ يا له من فن فاخر حقاً. أوه، شاهدوا هذا، إنها رائعة وباهظة، علي لمسها. ما هذا؟ لم أكن أعرف أن هناك إنذار. لم تفعلين ذلك؟ هذا سيء جداً. أوه، لدي فكرة. توقفي، يدك متسخة. ماذا فعلت؟ يو، هذا مقرف، سأتقيأ. أوه، إن الأفضل أن أتصرف بشكل طبيعي. حسناً، من لمست اللوحة؟ أي وحش قد يفعل هذا؟ لا أريد أن أقول، لكنها هي من فعلتها. هل كانت هي؟ انظروا إلى يديها. حسناً، أنت قيد الاعتقال. لا، لقد حدث خطأ. هذا ما يقوله الجميع. كانت هي، انظر إلى يديها. ها؟ دعيني أرى تلك الأصابع. إنها قصة مضحكة نوعاً ما. أمسكت بك أيتها الصبهاء. بالجرم المشهود. ستذهبين إلى السجن مباشرة. لا يمكن أن يحدث هذا. ها؟ ما الذي يحدث؟ أين نحن؟ أوه، أعتقد أنه وقت تناول الطعام. شكراً، أنا جائعة جداً. أوه، يتوقعون منك تناول هذا؟ يبدو مقرفاً. أها، هذا أفضل. يبدو شهياً. لقد أبدع الطهي في عمله. يبدو لذيذاً. لدي طعام لزج فحسب، ويبدو أن به كتل إضافية. أوه، هل هذا مصنوع من الكرتون؟ كيف يعتبر هذا عادلاً؟ لنأكل. هل علينا فعل ذلك؟ حسناً، سأجرب. ها، إنه بارد. مذاقه بشع. أنا أتوق لتذوق طعامي. السمكة طازجة. سيكون هذا رائعاً. واو، إنها مطهوة بشكل مثالي. لقد سال لعابي. إنها تذوب في فمي. أشعر بأنك تفعلين هذا عمداً. بالتأكيد، في صحتك. لعلمك، السجن ليس سيئاً للغاية. لدي الماء فحسب. على الأقل لا يمكنهم إفساد هذا. لا، لقد أخطأت القول. هذه هي الوجبة الأسوأ على الإطلاق. أوبس، لقد سكبت الماء. آسفة بشأن هذا. ماذا فعلت؟ انظري إلى هذا، إنها مبللة. أنا آسفة، لقد كان الأمر حادثاً. لقد دمرت كل شيء. أنا مزعجة جداً. من الأفضل أن أمسحها. عادة ما يفعل خادمي هذا. لا أصدق أنني أفعل هذا. يمكن أن تكون الحياة قاسية جداً. مهلاً، لدي فكرة. لقد صنعت شكلاً باستخدام الماء. ثم سأضيف الطلاء إليه. سأغمس الفرشاة فقط في الماء. ثم سأحركها بعناية. سيعطي ذلك تأثيراً رائعاً. وسأفعل الشيء نفسه على الورقة. هذه المرة سأستخدم الطلاء الأزرق. إنها طريقة ممتعة للرسم.
سيكفي هذا بالغرض، ثم سأتركها لتجف، والآن سأرسم فوقها. لا أحتاج إلى فعل الكثير. أنتِ شاهدي هذا. واو، أنتِ فنانة. أتساءل إذا كان بإمكاني صنع شيء مميز، لكن ماذا سأرسم؟ على اللحظة، وجدته. أنا أعرف ماذا أفعل. سأبدأ برسم نقاط صغيرة على الورق، والآن سأبلل فرشاة الرسم الخاصة بي، ثم سأوزع الطلاء. أوه، انظروا إلى الألوان، إنها جميلة جداً. سأرسم الشكل الخارجي أولاً، ثم سأملأ المركز. لقد بدأ الشكل يكتمل. سأمر على الطلاء مجدداً، أريد أن يبرز الرسم. سأضيف المزيد من الألوان، ثم يمكنني رسم الأوراق. هذا هو الجزء السهل، سأضيف لمسات خضراء بالفرشاة حول الحواف. وهقد انتهيت. ما أجمل الزهرة، عليك رؤية هذا. ما رأيك؟ واو، لقد أحببتها. ستجعل زنزانة مبهجة للغاية، ستكون مثل معرض الفن. أوه، ذلك المخاط عالق من الداخل. السجن ممل جداً، أليس كذلك؟ والملابس ليست رائجة. انظروا إلى ذلك الحذاء، إنه لا يناسب زيي. هاتفي، أحتاج إلى إجراء مكالمة. حبيبتي، يسرني سماع صوتك. أنا بحاجة إلى مساعدتك، يمكنك الاعتماد علي. أوه، كان ذلك سريعاً. تفضل بالدخول. هل سمعوا عن التصميم الداخلي من قبل؟ أنت الأروع، لنرى ما لدي. أوه، إنها رائعة، أنا سعيدة جداً. متى أنتظر؟ علي تجربته. هذا أفضل بكثير، التنسيق هو أهم شيء. أنت عبقري. أعرف ذلك، هذا ما أفعله. أشتاق إليك يا حبيبتي. إنها محظوظة جداً، لقد حصلت على جمع شمل رومانسي. ليس لدي شيء، أشتاق إلى كريس كثيراً. انظروا إلى ذلك الوجه الأحمق، أتساءل ماذا يفعل؟ سنكون معا قريباً، لكنني لا أستطيع الانتظار لفترة طويلة، هذا هو الأسوأ. رائع، الآن أنا أبكي. انظروا إلى ذلك، رسمت دمعتي قلب حب، يعطيني هذا فكرة. سأحتاج إلى قلمين رصاص وقطعة من الشريط اللاصق. سألف الشريط اللاصق حول القلمين، سيثبتهما هدمان. سأرسم حول الدمعة، ثم سأرسم شخصية عصا، ثم سأحتاج إلى قلم أسود سميك. سأرسم فوق الخطوط. سأبدأ بتحديد شخصية العصا، ثم سأمر على قلب الحب. أحتاج إلى قلم رفيع الآن. سأرسم على المجموعة الأخرى من الخطوط. بعد ذلك سأمسك بالقلم الرصاص، سأستخدمه للتظليل. سأملأ الفراغ بين الخطوط، سأستخدم إصبعي لألطخه. سأفعل الشيء نفسه مع شخصية العصا، سأملأ الفجوات بشكل خفيف. سأترك بعض الأجزاء فارغة، سيكون هذا هو الضوء المرتد عنه. سيبدو رائعاً في النهاية، تبقت بعض الأجزاء، بعدها يمكنني أن أبدأ في تمرير إصبعي عليها. سيكفي هذا، الآن سأرسم أسفل رسمتي، سيعطي هذا المزيد من الظلال. ألقي نظرة على هذا. رسمت تلك؟ الآن علي فعل شيء. أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا الصندوق. سأبدأ بصنع فتحة فيه. سأرش الطلاء الأسود على بعض قطع الكرتون، ثم سأضع غطاء الصندوق بالأعلى. سأرش الطلاء الأسود والفضي عليه. سيعمل الغطاء كدليل رسم. ما رأيك؟ أوه، إنها تشبه القمر. لقد أحسننا عملاً. لا أظن أني قادرة على تناول لقمة أخرى. بقيت قطعة واحدة، سأتناولها. لكن أنا أردتها. خطرت لي فكرة. أوبس، انزلق إصبعي. هذا مقرف. حسناً، تستحقين هذا. متى ستكبرين؟ أنت بدأت أولاً. يا بنات، لا أسمح بهذا التصرف في منزلي. يكفي. هل أعاقبكما أم لدي العقاب المثالي؟ أين نحن؟ هل أمنا ساحرة؟ دعكي من ذلك، إنها كيكة. يمكنك تدوير العجلة أولاً، لا بأس. مخللات؟ حسناً، سأجرب أي شيء. مقرف. سأتذوقها. مقرمشة. وهيا إلى الكيكة، تبدو هذه جميلة. سأضع واحدة أخرى هنا. مهاراتك في إعداد الكيك مشكوك فيها، راجعيها يا بنت. دوري الآن. عيون من الحلوى، مرحة. لنرى، ها هي. أنا مضحكة جدا، سأجرب هذه أولا. نجدة، ساعدوني. لا، ماذا أفعل؟ هل أتصل بالإسعاف؟ أمي، أختنق. أعرف، قد يؤلمك هذا. واو، ضربة مثالية. هل فقدت شيئا؟ تدمرت كيكة المخلل.
سأخذ هذا. أصبح شكلها جميلاً. إنها أنيقة. كم أنت غريبة. انتهيت. دوري الآن. هذا مثير. حلو القطن؟ أجل، ليس بالأمر السيء، بل إنه الرائع. ستكون مذهلة، تركيبة من النكهات. يا للروعة! أحب حلو القطن، اتركي لي القليل. حان دوري، أعطني شيئاً حلواً من فضلك. فلفل حار؟ لا، ربما لن يكون سيئاً كما أتخيل. لا يبدو حاراً جداً، لكنه تحد في النهاية. أصبح مزيج الألوان جميلاً على الأقل. بهدوء، سأتناول حلو القطن. لا أعرف إن كان هذا ينفع. أعني أن واحداً آخر لن يضر. هيا. لا، يا للمصيبة، ربما يجب أن أنفخ عليه. ابتعدي، وصلت النجدة. أوف، مفعول هذا الفلفل عجيب. شكراً لك، ظننتها ستفسد. فسدت بالفعل. كان ذلك وشيكاً. أنت ابدأي أولاً هذه المرة. كلا، أنا خائفة، الصدارة لك. حسناً، إنها مجرد عجلة. رجاءً لا تصدمني. حبار، حسناً. هل ترين هذا؟ هل طلب أحدكم شيئاً شهياً؟ صحة وعافية. إنه لذيذ جداً، كم هذا مقرف. ربما يمكنني التخيل بأنه حلوى. كلا، مستحيل. سأضعها في الأعلى، ربما سيخفي المخلل مذاقها. هذا سيء فعلاً. حسناً، ما الحلوى التي حصلت عليها؟ أجل، مارشميلو. الكثير منه. سأتذوقه أولاً. يا لها من لعبة ممتعة. سأضعها في محيط الجزء السفلي. تبدو جميلة جداً. لا لا لا، لن يراني أحد. يمكنك تناول واحدة طالما تحتفظين بالحبار. دوري دوري، أرجوك. لا بأس، شكرا لك. سمك، حسناً، أنا جاهزة. القفازات جاهزة. القناع جاهز. سأبدأ الأكل. أعتقد أن السمك مفيد لك، لكن ليس فوق الكيك. سيكون مذاقه فظيعاً. أوف، يمكنني شم الرائحة من هنا. السمكة الثانية. سأدير العجلة بينما أنتظر. حرف S. هذا يعجبني، لنجربه معاً. مستحيل، هذا رائع. انتبهي لمكان التصويب، انتبهي. هاي، توقفي، كاد يدخل في عيني. ربما لا أجيد التصويب. هل تعتقدين هذا؟ لكنه نجح. أحببت النتيجة فعلاً، تحفة فنية. حسناً، باستثناء الحبار. مهلاً، حلوى مجانية؟ ربما تجيدين التصويب. أعتقد أني بحاجة للتدريب على الرماية. يمكنك استخدامي في مقابل الحلوى المجانية. دوري الآن. ابتعدي، إنه دوري. أبعدي يديك، ستكسريها. آيس كريم، هذا ما أريده، أحبه كثيراً. هيا، يجب أن يكون لي. يمكننا مشاركته. انتظري نصيبك. أنا بحاجة لبعض الآيس كريم. مرحباً، لن تمانعي لو أخذت القليل. محاولة جيدة. بهدوء، كنينجا. حقاً، كم تحب الآيس كريم. أنت طماعة، سأخذ هذا. هاي، إنها لي، أدير العجلة. حسناً، سأفعل. صلصة حارة، رائع. أعني، لست بحاجة لاستخدام الزجاجة بالكامل. قطرات قليلة فقط وستفي بالغرض. كثير جداً، هذا كثير. هل تظنون أنه سيحدث فرقاً في الطعم؟ حظاً موفقاً. سأضع هذا في المنتصف. جميلة جداً. لو قمنا بإزالة السمك والفلفل الحار. الجولة الأخيرة، هيا بنا لنقرر. أنا فزت. بصل؟ من يختار هذه المكونات؟ يا لحظك السيء. شكراً، على ما أعتقد. سأبدأ التقطيع. رائع، أنا أبكي الآن.
لحسن الحظ أني مستعدة. هذا أفضل بكثير. جيد، حبات الحلوى سأضعها فوق حلوى القطن الشبيهة بالغيوم. جاهز، ما رأيك بمظهري؟ يفترض بي وضعه فوق كيكتي. حبات الحلوى، أنت لطيفة جداً. حسناً، أعتقد أن الكيكة جاهزة. تبدو مقرفة. ربما طعمها مقبول، قد نتفاجأ. هيا بنا. إنها أسوأ مما تخيلت. كيكتي شهية، أحببتها فعلاً. على الأقل انتهيت منها. لماذا ظهر هذا المؤقت؟ حقاً؟ اختبار رياضيات؟ حسناً، إذا كانت الثلاث كيكات تساوي 30 والدونات، لماذا أشعر بالجوع؟ كيكة واحدة ضرب 2 من الدونات. لا أملك ما يكفي من الأصابع، لا أستطيع التركيز. وجدت الحل تقريباً. ما الحل؟ لا أعرف. هل يمكنكم مساعدتنا؟ عاش في سعادتي إلى الأبد. هل تمانعين إنني أنصت للقصة؟ يا لك من مهووس بالدراسة. لونا، توقفي عن ضرب المهووس بالدراسة، أحضر الأغراض. واو، هل هذا من أجلي؟ إذن أين خاصتي؟ واو، انظري إلى كل أدوات الفن هذه. هل تمازحونني؟ هذا مدهش. أو هل تمانعين؟ ستحتاجني إلى عارضة لرسمها. ستفي هذه القطة صغيرة لطيفة بالغرض. إنها رائعة. أها. أوه، إنها ساحرة جدا. أنا مستعد للإبداع. أي فرشاة أختار؟ أحتاج إلى شيء لأرسم به. أقلام تلوين هذه رائعة. كلا، محال، أعيدها. سنواجه مشكلة. ربما علي استخدام أقلام الحبر بدلا منها. توجد خيارات كثيرة جدا. هذا مزعج جدا. مهلا، لدي فكرة. علي أن أكون مخادعة فحسب. بقي القليل فحسب. ها؟ تصرفي بهدوء فحسب. الآن فرصتي. أحضرتها. لست ذكية جدا في النهاية. ماذا يفترض أن أفعل بهذا؟ على الأقل حصلت على قلم. من الأفضل أن أبدأ. أولا سأرسم خطا مستقيما، ثم سأرسم رقم 3 كبير هكذا تماما، ثم سأرسم أذني القطة، وأرسم الشوارب، وأخيرا سأرسم ذيلا طويلا منحنيا. دعوني أضيف بعض الألوان. يبدو هذا جيدا. حان الوقت لإضافة العينين والأنف. سأمنح قطتي بعض الخطوط. سأجعلها داكنة أكثر. تحتاج إلى خدين ورديين. إنها لطيفة جدا، أليس كذلك؟ كان ذلك سهلا. هاي، أنت تعلم أنني انتهيت، أليس كذلك؟ يا للهول، لست بارعا في العمل تحت الضغط. علي أن أكون سريعا. تادا، الفائز واضح. أنا الحكم، والفائزة هي لونا. أجل، كنت أعلم ذلك. مهلا، بما سأفوز؟ مهلا، يوجد شيء مختلف. واو، تأملي هذا. أبعد يدك عن ذيلي. أنت قطة لئيمة. لا عجب أنني أفضل الكلاب. حلوة جدا، إنها مصدر إلهام لي في الرسم. ماذا يحدث هناك؟ أنت تعلمين القوانين يا فتاة. الحلوى ممنوعة. وما الحاجة إلى كل هذا السكر؟ ما مشكلة هذا؟ هل تريدين أن أوضح لك؟ رائع، ها؟ رسمتها بنفسي. هذا مثير للفضول. ماذا يحدث هنا اليوم؟ يا إلهي! المديرة؟ الحلوى ممنوعة! حان وقت العقاب! لا، انتظري! ما هذا المكان؟ انتبه الآن! حان الوقت لاختيار أدواتكما!
هذا نداء الطائر والتحدي الفني الأول لكما. سأفكر. هذا الوشاح، يجب ألا يكون هذا صعبا بالنسبة لي. ماذا؟ هل هذا ما أفكر به؟ ابتعد من هنا أيها الطائر الغبي. منحني هذا الأفضلية، ولدي الشيء الذي سيمنحني ميزة إضافية. هو كيف وصلت هذه إلى هنا؟ لا يهم، كما كنت أقول. هل هذه مسحة قاسية؟ حسناً، حصلت على أغراضي أخيراً. هو رائع، كتاب آخر ممل غير مفيد. نظارات سباحة؟ لا أجد أي منها مفيداً. ما كل هذه الرياضيات؟ وكأنني أعلم ما يعنيه أي من هذا. يبدو أن بإمكان هذه الحروف مساعدتي في مهمتي. عندما أنتهي من رسم الجسد سأستخدم هنا بعض الأرقام السحرية، وعلى الرأس أيضاً. أصبح يبدو كطائر، أليس كذلك؟ انتظروا فقط حتى ألونه. هل أنت بخير يا عصفوري الصغير؟ سأرسم لك ريشاً جميلاً بألوان زاهية. انتهيت. ما رأيك؟ هل ترين الأرقام هنا؟ مذهل. وأنت؟ لقد علقت أسفل هذا الطقس السيء. هذا كل ما لدي. مقزز، لقد فزت بالجولة يا آني. ياي لي، شكرا. لا يمكنني العمل في هذه الظروف، كان علي رؤية ذلك قبل وصوله. سنبدأ التحدي التالي. رأيت الكثير من التفاح خلال اليوم، أعرف كيف أبدأ، والسر هنا رسم دائرة مثالية. لكن أين سأضع عودها؟ أخذت الدائرة مساحة الورقة بالكامل. سأعود إلى نقطة البداية. يمكنني الاستعانة بشيء ملهم. مهلاً، أرى تفاحة مثالية. يبدو أنها مشغولة. سأذهب، سأنفذ مهمة التفاحة بالكامل. أنا مزودة بسلاحي ومستعدة، كل ما أحتاج إليه هو قص التفاحة. ماذا تفعل آني؟ توقفي، اجلسي مكانك. عذرا. يا إلهي، كان ذلك وشيكا. أعتقد أنني سأرسم الشيء الذي أعرف، مثل كلمة آبل، إنها سهلة. P-P-L-E. مهلاً، إن قسمت الكلمة على 5، هو التفاحة. سأقترب من تحقيق هدفي. حسناً، سأجعل 5 أكبر حجماً. من كان يعلم أن الرقم قادر على صنع نصف تفاحة؟ لم يعلم أحد أن الرسمة بدأت برقم، خاصة عند الانتهاء من تلوينها. سأمزج الألوان جيداً لتصبح أجمل. لن أنسى رسم العود. سأرسم القليل من الظل أيضاً، وبضع تفاصيل أخرى صغيرة. ستبدو هذه التفاحة جميلة كثمرة حقيقية. ما رأيكم؟ تدا، انتهيت. وأنا أيضاً، تبدو كتفاحة حقيقية. وهذه تافهة. حسناً، هذا لا يحتاج إلى تفكير. برافو آني، لقد فزت. مرحة. أتمنى لو كانت لدي تفاحة حقيقية. وأنا أيضاً. التهم أحدهم هذه التفاحة بالفعل. لحسن الحظ تفاحتي طازجة. جروي الصغير الجميل، إنه وسيم جداً. لما لا ترسمانا وأنتما الاثنتان حالاً؟ لنبدأ. وأنا خبيرة في الكلاب، إنه مجرد رأس وجسد وأربعة سيقان. لكن يبدو هذا تافهاً، أليس كذلك؟ سأجرب مجدداً. أعتقد أنه كلما كان أكبر كان ذلك أفضل. ما زال فظيعاً. كلا، فظيع أيضاً. ماذا؟ إيه ده؟
هي، أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سأستخدم يدي كدليل للرسم، لأنه بمجرد الحصول على الخطوط العريضة يمكنني الابتكار بوضع التفاصيل. صدقوني ستكون النتيجة رائعة. سيمنحني هذا اللون لون الشوكولاتة البنية. ولن أنسى اللسان الوردي، سمة مميزة للكلب. تدا! هل يعجبك؟ التشابه مذهل. وأنت؟ أو أني؟ ماذا؟ لم ترسمي شيئاً؟ يعني هذا أن إيما هي الفائزة. تبدو هذه شهية. شكراً لك. كلاب من الشوكولاتة. سأبدأ بتناول هذا. يبدو لذيذاً. طرياً أيضاً. هذا ليس عدلاً. إذا يا عزيزتي، خذي واحداً. أوه حقاً؟ شكراً لك. وجدتها. رسمة واقعية. يا فتيات. هاي. أوه عذراً. هل سنرسم يدان؟ حسناً. لدي خطة. لنرى، قد تنجح هذه اليد. لكن هذه أفضل بكثير. أجل، سأستعير هذه اليد. كل ما علي فعله هو تحديد هذه اليد. سأضمن الفوز بهذه الجولة. هاي، انظري. لحظة واحدة. حقاً؟ حسناً. هذا ممتع بالفعل. في الواقع وجدتها. فتاة مهذبة. ها؟ هاني؟ ها؟ حسناً، هذا غريب. هل يوجد شمع هنا؟ ها؟ أبعديها عني، فأنا أحاول الرسم. أوه مهلاً، أتعلمين؟ قد تكون هذه مفيدة. الفن نابع من الإلهام وليس التقليد. وهذه الأصابع المتنية منحتني فكرة رائعة. الأظافر الحمراء هي الأجمل، أليس كذلك؟ إنها جميلة بالفعل. انتهيت. أين ذهبت؟ أو لا يهم. هاي، ارفع ما قمتما برسمه. حسناً. واو، كيف تمكنت من فعل ذلك؟ تبدو رسمتي قبيحة بجوار رسمتها. أوه يا إلهي، هذا مذهل. لمن تلوح؟ ها هي جائزتي. يا لها من جائزة رائعة. أنا الملكة، ها تشعرين بالغيرة؟ أحسنتي. لا تفكري بالأمر حتى. مرحبا يا فتيات، هل يمكنكما رسم هذا الشيء؟ ابدأ الآن. ستكون مهمة سهلة للغاية. ستتميز هذه الجولة باللون الوردي. سأرسم أولاً الكوب الورقي. اللون الوردي هو المفضل لدي. أوه، لم تأخذ الحجم بعين الاعتبار. سأفترض أنه 10 سنتيمتر. والآن سأنتقل إلى الجزء الألذ. شهي. ربما أخطأت في اختيار اللون الأخضر. أجل، هل يفترض أن يكون هذا آيس كريم؟ لم أقصد رسم هذا. أردت اللون الأخضر، صحيح؟ أخطاء المبتدئين. كلما كان الشكل حقيقياً كان ذلك أفضل. سأبدأ بكرات الآيس كريم الكبيرة. سيأتي اللون في المرحلة التالية. هكذا يكون الأساس أفضل. هترين ما أعني؟ لا يمكنك ارتكاب أي خطأ عند رسم هذه التفاصيل. هترين؟ آيس كريم، إنها مكتوبة على الكوب. وأخيراً يحين وقت التلوين. أشعر بالجوع بعد رسم الآيس كريم. هذا ما يحدث عندما ترسم أشياء أقرب إلى الواقع. كدت أنتهي؟ بضع تفاصيل هنا وهنا. انتهيت. متعي نظرك بهذا. ها؟ أريني. هذا ما يمكن أن أصفه بالتحفة الفنية. هيا. تحول إلى دلو كبير من الآيس كريم الحقيقي. ربما هذه الجائزة هي الأفضل حتى الآن. هذه مأساة. أكره البروكلي.
مذاقها كأوراق الأشجار. لدي فستان جديد سيبدو رائعاً عليك. هو ها هي المعلمة آتيا. مرحباً أيها الطلاب، عيد ميلاد سعيد لي. هو ما هذا؟ أتشوق لفتح هديتي. أهلاً، ألا هو عيد ميلادها؟ ليس لدينا أي هدايا، ومن يهتم لذلك؟ علينا أن نهديها شيئاً. لدي فكرة، لابد أن لدي شيئاً ما في حقيبتي. لا أستطيع أن أعطيها بطة مطاطية. لا، لن يفي أي من هذه الأشياء بالغرض. نفدت أفكاري، لقد استسلمت بسهولة. حسناً، دعيني ألقي نظرة، ربما لدي شيء يمكننا إعطاؤه إليها. هل تحملين معك كيس قمامة؟ حسناً، لقد فهمت الأمر. هل تعتقدين أنها قد تحب الحشرات؟ كلا، لا يمكنني أن أدع أشلي ترى هذا. أحبك يا دبي. ماذا كنت أفعل الآن؟ كلا، لا أملك شيئاً مناسباً. لا بأس، سأجري مكالمة. مرحباً، ليس هذا بأمر مهم. شكراً لمساعدتك. هاو، كان ذلك سريعاً. رائحتها مذهلة. أزهار؟ لكنها جميلة، هيا شميها. أكره الأزهار، يعني لدي حساسية منها. يوحي هذا لي بفكرة. سأرسم على كف يدي. أريد أن أرسم زهرة. سأرسم الأوراق والبتلات على أصابعي. من المهم أن أرسمها على خلفية سوداء. سيساعد هذا على صنع رسمة مميزة حقاً. حين أنتهي سأبدأ بالتلوين. أريد تغطية يدي بالطلاء الأسود، ثم سأضيف الألوان. سأستخدم لوناً أبيض فضياً للبتلات، سيبرزها هذا. ثم سأستخدم لوناً أخضر زاهياً للأوراق. ثم سأستخدم لوناً أخضر زاهياً للأوراق. ثم سأستخدم درجة أفتاح لأصنع تبايناً. ثم سأضيف التفاصيل الدقيقة. سأرسم حول البتلات لأعطيها تفاصيل. ثم سأضيف تحديداً خارجياً. أعتقد أن هذا سيفي بالغرض. يعجبني هذا كثيراً. تناسب هذه الزهور ذوقي. يا أشلي، ما رأيك؟ تحبين الأزهار، أليس كذلك؟ ماذا؟ هل رسمت هذا؟ أجل، أرى أنها أجمل هكذا، أليس كذلك؟ لنعطيهما للمعلمة. أيتها المعلمة؟ أجل، ما الأمر؟ لدي شيء لك. حقاً؟ لأجلي؟ هذا لطيف جداً. أحضرت لك شيئاً أيضاً. واو، إنها جميلة، لم أرى مثلها من قبل. مهلاً، علي التقاط صورة. لقد أحببتها، واو. أعتقد أنها أعجبتها. هذا أفضل عيد ميلاد على الإطلاق. من المهم أن يبقى المرء مرطباً. أفكر في الحصول على تصفيفة جديدة، هل لديك أي أفكار؟ لما تسألينني؟ أصبغي بالأسود فحسب. لعلمك، كنت أفكر في أن عليك أن تصبحي شقراء. أجل، لن يحدث هذا أبداً. هل لا تعطينا شيئاً لنفعله؟ ماذا؟ هو صحيح، دعيني أفكر. هو لدي فكرة، ما رأيكما في قليل من السحر؟ الخنافس جميلة دائماً، فلتذهبي. واو، انظري إليها، هذا رائع جداً. أشعر وكأنني أميرة من الرسوم المتحركة. واو، شكراً. والآن ماذا عنك يا ماندي؟ لدي الشيء المناسب تماماً، أعتقد أنها ستعجبك. أهلاً، ليس بهذه السرعة، ابقي بعيدة. أعني ذلك، ارتاحي على كتفي. ماذا؟ ماذا يحدث؟ حسناً، لم يحدث هذا من قبل. أوبس، أنا زاهية الألوان. كلا، أنا لا أحب هذا، ابتعدي عني. هاو، أحب الفراشات، إنها تسعدني كثيراً. كان ذلك وشيكاً. ما زلت لا أملك شيئاً. مهلا لحظة، ربما يمكنني استخدام الخنفساء. لا تخافي، سأضعك هنا تماماً. هكذا تماماً، اتخذي وضعية. لقد ألهمتني. سأبدأ برسم مثلث، ثم سأضيف بعض الخطوط، ثم سأرسم دائرة حوله، ثم سأرسم رأساً وقرني استشعار. كل خنفساء تحتاج إلى نقاطها. سألون النقاط بالحبر الأسود، هذا مثالي. ثم سأنتقل إلى اللون الأحمر، سألون حول النقاط، فلا أريد إفساد الرسمة الآن. هذا اللون الأحمر زاهٍ جداً. سألون أجزاءها الداخلية بالأصفر، وهكذا انتهيت. لدي خنفساء خاصة بي، إنها تبدو رائعة. ما رأيك؟ أعتقد أنني رسمتها ببراعة. أوه، هذا أشبه بالنظر في مرآة. أنت موهوبة جداً يا ماندي، لقد أثرت إعجابي. أعتقد أننا سنصبح صديقتين رائعتين. أشلي، مهلاً. ماذا؟ ما الأمر؟ أمهليني لحظة، سأرسم قلب حب، ثم أرسم خطاً يخرج منه.
سيكون هذان هما الجناحين، وسأكملهما بلمسة من اللون الأحمر، وها قد انتهيت. ها نحن ذا، إنها جميلة، أليس كذلك؟ أحسنت عملا يا آشلي، أنا محظوظة جدا لأنكما في صفي. أحب خنفساك. لا يمكنك التركي يا أمي. سأغيب لمدة ساعة فحسب يا عزيزتي، والآن انهضي من على الأرض. سارك قريبا. حسنا، العب مع أختك. هل علي ذلك؟ أوه، انظروا إلى ذلك الوجه. لا تقلقي، يمكننا اللعب معا لنلعب سباق السيارات. أجل. حسنا، أعتقد أن بإمكاني لعب ذلك. أريد السيارة البيضاء. اجلسي على الأرض. حسنا. ترى لكم من الوقت ستغيب أمي؟ رغم أن هذه اللعبة حماسية، لماذا يحب فتيان السيارات إلى هذا الحد؟ مهلاً، أعلم كيف أجعل هذه اللعبة أكثر مرحاً. يمكنني الرسم على الطاولة. هل جننتي؟ هذا سيء جداً. من الجيد أن لدي هذه المناديل. أوه، يا للهول! أعتقد أنني مسحت كل الألوان. ما الذي قد نفعله الآن؟ يحب الجميع كرة القدم، أليس كذلك؟ هيا، سيكون هذا ممتعاً. انظري، شاهدي هذا. امسكي. لقد أفلتت مني، لكنها لعبة ممتعة على ما أعتقد. أنت، انظري إلى هذه الحيلة. كلا، غابي. ماذا؟ لا يمكنك الرسم على كل الأثاث، لقد أخبرتك بذلك مسبقاً. آسفة، لكنني أعرف شيئاً يمكنني الرسم عليه. لدي مساحة الحائط هذه كلها، ستكون لوحتي الفنية الكبيرة. ها أنا أبدأ. تؤلمني ذراعي كثيراً. غابي، أين أنت؟ كلا، رباه. لقد عدت يا صغيري. ما هذا؟ لقد عدت، انظري ماذا عددت لأجلك فحسب. لن أتركك لترعاها أبداً مجدداً، أبداً أبداً. مهلاً، أنا أتولى الأمور هنا. أتركي قلم الشمع الآن. أوف غابي، لا تفعلي هذا، أتركي القلم. ماذا؟ لا يمكنني تحمل هذا الضغط لمزيد من الوقت. كان ذلك قلمي الشمعي المفضل. مهلاً، آسف، لا تبكي. هل ترغبون في بعض المرح بألوان الشمع؟ استخدموا شفرة لكشف القليل منها، واستخدموا مجموعة من الألوان المختلفة، ثم اضغطوا عليها وتحركوا للخارج. يمكنكم حتى الرسم عليها. اطلقوا على هذا السيد قوس قزح. لا تنسوا الساقين. ها قد انتهيت. أليس رائعاً؟ أحببت. هل يمكنني أن أجرب؟ يا طفلي، لقد عدت إلى المنزل. هل حظيتما بالمرح من دوني؟ مجدداً. أحب رؤيتهما يلعبان سوياً. هل هذا ما تفعلينه هنا؟ لست متأكداً، لكن أعتقد أنك بحاجة إلى شيء ما. ها؟ ماذا تفعل؟ إنها لوحتي، لا أريد أسماك. هذه اللوحة بحاجة إلى هذه الأسماك. خذ، تستحق هذا. أوه حسناً، ستأخذين هذه إذن. يكفي، خذ هذه الضربة الوردية. حسناً، وإليك ضربة خضراء. يا لك من شخص سيء. عليك التغلب أولاً على بكرة طلاء خاصتي. يا إلهي، ماذا يحدث هنا؟ يكفي، أنتما الاثنان بحاجة إلى تحدي حول هذا. ادخلا إلى الصندوق. لا لا، بسرعة، اهرب بأقصى سرعة ممكنة. متبا، لقد علقنا في صندوقها. ليس هناك الكثير لفعله هنا. ها؟ أجل، لكنني في استراحة تقريبا وأستمتع بوجبة خفيفة. يا إلهي، ما هذا؟ المديرة، إنها هنا. حسنا، انتباه، أريد منكما رسم حافظة بوبيت هذا. حسنا، اتفقنا، لدي لكما هذان النموذجان. نموذجان لهاتف؟ طبعا، يبدو هذا ممتعا، لكنني سأهزمك بلا شك. سنرى. لدي فكرة رائعة. أجل، الحلوى هي الحل، كما هو الحال دائماً. سأبدأ بوضعها على النموذج، سأضعها بشكل جميل ومرتبة على شكل صفوف. حسناً، ثم سأملأ شكل الهاتف كله. هذا ما أعنيه بالضبط. حسناً، لدي فكرة ذكية أيضاً.
أحضر بكرة الطلاء الصغيرة لتحقيق نتيجة كبيرة. ها على القافية. حسناً، أحتاج الآن إلى الطلاء. تضع نقاطا برتقالية على بكرة الطلاء بهذا الشكل، ثم انتقل إلى الألوان التالية. هذا اللون الأزرق زاهن جداً، أحببته كثيراً، ربما هو المفضل لدي. حسناً، انتهيت من وضع النقاط الآن ومستعدة لتدوير البكرة. انظروا لهذا، نجاح. هاي حضرة المديرة، أنهيت رسماتي. أو صحيح الرسمة، لنرى. حسناً، أرى ما فعلتي. جميل جداً، وماذا عنك؟ أو طبعاً، أعتقد أن رسمتي ستدهشك. أو تباً، لا أصدق أنني فعلت هذا. لقد كانت رسمة جميلة. حسناً، لا بأس، أصدقك، لكنك لست الفائز، بل هي. حصلت على هاتفك هدية؟ وذهل، شكراً جزيلاً، ويمكنني الآن اللعب أيضاً بحافظة بوبات. هو بإمكاني طلب البيتزا كذلك. أجل، بيتزا بالحجم الكبير من فضلك. هو خدمة توصيل سريعة وممتازة. أجل، حان وقت تناول البيتزا. أنا أتضور جوعاً وتبدو هذه شهية. هو مهلاً، ما زال حزيناً. هاي، طلبت البيتزا، هل تريد المشاركة؟ هو طبعاً، شكراً لك. لنرى كيف سأضع هذا. هو يا إلهي، وصل أحمر الشفاه إلى أسناني. ربما علي تجربة هذه الزاوية. حسناً، يمكنني الآن إنهاء هذه الرسمة. تدا، هكذا انتهيت من رسم مديرة. هكذا يكون رسم الصور، أترين؟ أتحداك الآن لتلوين هذا. حسناً، سنكون إذن بحاجة إلى مستحضرات التجميل، فإليك هذه لتستخدمها أيضاً. مستحضرات التجميل جاهزة وأنا مستعدة لاستخدامها. لماذا سأبدأ يا ترى؟ هو أجل، هذا أحب هذا اللون الأحمر الشفاه، إنه مناسب تماماً. هذا اللون الوردي جميل جداً، يعجبني حقاً. سنتقل الآن إلى اللون الأزرق. هيا سنتقل إلى الجفون. هذا اللون الأزرق لامع بشكل جميل. لن أنسى وضع القليل من حمرة الخدود، وأريد لوناً يبرز خصلات الشعر هذا. هو هذا اللون الأرجواني مثالي، ليتني كنت أملك شعراً أرجوانياً. وسأضع القليل من النمش إذ يمنحها مظهراً جميلاً. تدا، انتهيت من تلوين صورتي. وأنا كذلك سيدتي، هل أنت مستعدة للتقييم؟ أجل، لقد وضعت القليل من المكياج، لا أريد النظر إليها. أوه، أحببت هذه الصورة، إنها جميلة حقاً. تدا، لقد فزت بجائزة أخرى، علبة المكياج هذا. رائع، أحب مستحضرات المكياج الجديدة. هي، ما هاللحظة؟ هذه ليست مستحضرات تجميل، بل شوكولاتة بيضاء. ماذا؟ لكن ماذا عن صورتي؟ أعتقد أنها جميلة بما يكفي لأقلبها، أحبها حتى لو لم يحبها أحد. يا إلهي، لقد تحولت حرفياً إلى مهرج. ماذا؟ أوه، تحولت إلى مهرج. حسناً، انتباه، إليكم التحدي التالي. كوزو آيس كريم؟ ها، مهمة سهلة، سأستعين بمهاراتي الفنية في الرسم. انتهيت من رسم الكوز والآيس كريم وسأبدأ التزيين الآن. هكذا، كوز جميل. المرحلة التالية هي التلوين، سأجعله أجمل. حسناً، لنرى إن كان هذا سيكون كما خططت له. سأبدأ باللون الأزرق وأضيف اللون الأرجواني. سألون محيط العينين وأنهي التلوين باللون الوردي تماماً كما هو مخطط. ممتاز، كوز آيس كريم رائع. حسناً، سألون الكوز أيضاً، لا يمكنني تركه بهذا الشكل. أعتقد أن تلوينه باللون الأصفر سيمنحه مظهراً جميلاً. أوه، كيف فعل هذا؟ هذا مذهل. يجب التحقق من زاويتي بسرعة. أجل، جميل. أريد رسم شيء جميل مثله، لنرى. أوه، هذا ما أريده بالضبط. حاضراً، مرحباً، هل يمكنني أخذ هذا؟ هو أنا لا أعرفك، لذا مستحيل، لكني بحاجة حقيقية إليه. تباً، إنه لي، دعيني وشاني. حاضراً، أنا بحاجة إليه. حسناً، لقد عدت، من الأفضل البدء في العمل. سأستخدم هذا الشريط اللاصق لتثبيت الكوز. يبدو أنني بحاجة إلى المزيد. سأضع هنا قطعة أخرى. حسناً، سيبقى الكوز ثابتاً الآن. ممتاز. أوه، حقاً؟ مثير. أوه، هل هذا فن؟ كلا، لا أعتقد أنه كذلك. هاي، أريني ماذا لديك؟ أوه، حسناً، أحببت هذه أكثر، إنها جميلة وبألوان زاهية. تفضل جائزتك. أوه، جميل، كنت جائعاً أيضاً، أحب الآيس كريم. أوه، أشعر ببرد شديد. مهلاً، ماذا يحدث؟ النجدة، لقد تجمدت. ها؟ ماذا حدث لك؟
هو أعتقد أن ذاك الآيس كريم بارد جداً. أوبس، آمل أنه بخير. حسناً، حزمت أمتعتي وأنا مستعدة للذهاب. ليس علي الآن سوى ارتداء قبعتي الإجازة. وداعاً، اعتنيا بنفسيكما. يا إلهي، ليتني أذهب في إجازة، سيكون ذلك ممتعاً. سأقضي الوقت كله على الشاطئ مستلقية تحت أشعة الشمس، أشرب المشروب الاستوائي. يا إلهي، الرياح على هذه الجزيرة قوية. أجل، هاي، هل تحلمين أحلام اليقظة؟ ماذا تتخيلين؟ أتخيل أني في إجازة في جزيرة رمالها دافئة ونسيمها عليل. أوه واو، خطرت لي فكرة فنية. سأضع القليل من الطلاء على سكين الزبدة ثم أسحب السكين وأتوقف. أسحب وأتوقف، هكذا. سأفعل ذلك بضع مرات ثم سأغمي صعودا في الطلاء الأخضر وأرسم به قوسا وهذه الضربات الصغيرة. ولن أنسى الجزء السفلي طبعا. انظري إلى هذا، سعف نخيل مثالي. حسناً، هكذا أصبحت جنتي الاستوائية جاهزة. جميل. واو، جميلة كما تخيلت. لكن أعتقد أننا بحاجة إلى شيء آخر. لم أرسم بأصابعي منذ وقت طويل، لكن يبدو أن هذه المهارة تبقى للأبد. انتهيت. أوه هي، عادت المديرة من رحلتها الاستوائية. رسمنا معاً هذه الصورة الجميلة. هل عملتما معاً؟ إنها أخبار رائعة. أهنئكما، لقد فزتما بهذين. مرحة، المشروب الاستوائي بين أيدينا. أحسنتِ، وأنت أيضاً. يبدو أن تنتهي من ترتيب طعامي. كلا، إنه يقع. يا للهول، أنا سيء في هذا. انتظروا، هل هذه الألوان بالأعلى؟ أجل، إنها ألوان ولوحة فارغة. لقد تركتها هنا. سأقوم ببعض الأعمال الفنية. هل هي موجودة؟ لا أريدها أن تمسك بي. كلا، الباب مغلق. حان وقت التلوين. أحب اللون الوردي، إنه جميل. أنا بارع في الرسم. حسناً، لدي ما أحتاج إليه. ماذا يحدث؟ مرحباً، انظري، أنا ألون. أليست جميلة؟ حسناً، أظن ذلك. ماذا سأفعل؟ لقد أفسد اللوحة بالفعل. أجل، أظن أن لدي حل. حسناً، لدي اللوحة. حان الوقت لبعض الطلاء. سأستخدم نفس اللون. سأرسم حرف A الذي استخدمه. أحتاج إلى المزيد من الأزرق وبعض الأصفر. كل الألوان. حان وقت بعض التنظيف بالإسفنجة. أنا أمزح. أحتاج إلى الإسفنجة لأمزج كل الألوان. لا بأس إن لقطت الشريط اللاصق. اتضح أن المزج ممتع فعلاً، ولكنه يستغرق وقتاً طويلاً. ها نحن ذا، لقد غطينا اللوحة أخيراً بكل طلاء. ها أنا ذا، سأنزع الشريط اللاصق. ينزع بسهولة. رائع، تبدو مذهلة. رائع، هذا مذهل. أنت بارعة في التلوين. لوني واحدة لأجلي. واو، تبدو هذه الألوان جميلة جداً. سأضغط عليها بقطعة من البلاستيك. هو هذا رائع للتخلص من التوتر. إنها أشبه بلوحة فن عصري. لنجرب شيئاً مختلفاً. سأستخدم منظف النوافذ هذا لأفرض الطلاء على الورقة. سأعلقها على جداري بالتأكيد. ما رأيكم في صنع نمط مموج؟ لقد أحببته. سأستخدم قطرات من الطلاء هذه المرة. سأمرر قطعة البلاستيك عليها. سأحركها من جانب إلى آخر. توجد احتمالات كثيرة، وكل لوحة فريدة من نوعها. سأفتتح معرضاً. سأصبح ثرية. أشعر بالملل جداً. هل تمزحين؟ إنه وقت الوجبة الخفيفة. لنجعل الأمور أكثر تشويقاً. أليوب، ها هي أتيا، أمسكت بها. أعلم، هذا مثير للإعجاب. هل تعتقد أن بإمكانك التفوق علي؟ بالطبع، يمكنني فعل هذا وعيناي مغلقتين. سأبهرك. أوه، عيني. ماذا كنت تقول؟ واصل التمرن، سيتحسن أداؤك في النهاية. أريد منكما رسم لوحة لقوس المطر، ومن الأفضل أن تكون جيدة. أحب أقواس المطر. لا أحب استخدام الألوان الزاهية. من يضحك الآن؟ أتوق للبدء. يوجد شيء سحري بشأنها. ماذا تفعل؟ يا لك من أخرق. آني، ماذا تنتظرين؟ هيا، ابدأي. إن كنت مصرة، لكني لا أملك سوى اللون الأسود. لننتهي من هذا. إن أردت قوس مطر، فسأمنحك إياه. وسيكون أفضل قوس مطر على الإطلاق. لقد انتهيت، أردت توضيح جماله. هل أعجبك؟ معنا فان جوخ في صفنا. ماذا تفعلين يا آني؟ تدا، لا بأس، لا داعي للتصفيق.
رأيت قوس مطر من قبل، أليس كذلك؟ هذا الصف غبي جداً. هذا رأيي في قوس المطر خاصتك. ما للحظة، أعطيني تلك الأقلام. سأرتبها بترتيب ألوان قوس المطر، ثم سأحتاج إلى مسدس الغراء. سألصق الأقلام معاً بالغراء، ثم سأنتظر ليجف الغراء. حان الآن وقت الرسم. سأمرر الأقلام على الورقة، سأرسم بها قوساً. هاو، يبدو هذا رائعاً، تندمج الألوان معاً. يا لها من طريقة سهلة للرسم. ها هي ذا، لكني لم أنتهي بعد. لقد استخدمت قلماً أسود اللون لأرسم قوس مطر على حافظة بلاستيكية. لا يوجد قوس مطر، ثم يظهر القوس. رائع جداً، أليس كذلك؟ الآن ترونه والآن لا ترونه. هاو، لقد ظهر مجدداً. أي سحر هذا؟ واو، هذا موديل. انتهى عملي هنا. مهلا اللحظة، ترتدين تيشيرت متعدد الألوان. اعتقدت أنك تحبين اللون الأسود فحسب. ماذا؟ كلا، لم ترى ذلك. لا تقل أي شيء وإلا سرك في أمان. كدت أنتهي من واجبي، ستكون هذه الرسمة رائعة. حقاً؟ أريد رؤيتها. كلا، ما زالت قيد العمل، كوني صبورة. لقد اكتملت وهي جميلة. ما رأيك؟ أوه، إنها ما هي؟ هل هي بطاطس؟ مهلاً، ربما إن حولت عيناي. أو لقد رأيتها، إنها بطة. ماذا؟ كلا، كنت أعلم ذلك. أحتاج إلى النظر عن كثب. أحتاج إلى الاقتراب منها مجدداً. آه، إنها واضحة جداً. إنها ليمونة، أليس كذلك؟ كلا، إنها ليست ليمونة. صحيح، كنت خائفة من أن تقولي ذلك. هذا صعب. ما الذي يفوتني؟ هل تمازحينني؟ بالطبع، إنها موزة. انسي الأمر فحسب. أنا آسفة يا عزيزتي، ما هي؟ إنه بيكاتشو. هل هذا هو؟ ليس هذا جيداً. هو أتساءل على أي درجة حصلت؟ رسوب؟ وهذا أسوأ شيء. ستكون محطمة، لكن أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا. سأضع بيكاتشو هنا مباشرة. سأحتاج إلى بري هذا القلم الرصاص. يذكرني هذا بأن علي شراء مبرات أقلام. هذا أفضل. سأخذ قلم رصاص آخر، ثم سألف رباطاً مطاطياً حولهما. سأفعل الشيء نفسه على الطرف الآخر، وسأرسم الآن حول الصورة. أحتاج إلى تتبع الخطوط فحسب، وسيرسم القلم الثاني الرسمة على الورقة الفارغة. هذا أسهل كثيراً من الرسم الحر. ها هي ذي، يبدو هذا جيداً جداً. لا أحتاج إلى هذا بعد الآن. أحتاج إلى إضافة بعض الألوان. ما رأيك يا إيفا؟ إنها مثالية، شكراً يا أمي. من الأفضل أن أستعد للذهاب إلى المدرسة، لا أريد أن أتأخر. فلتحظي بيوم جيد يا عزيزتي، اذهبي واحصلي على امتياز. يا للهول، إيفا انتظري. أنا جائعة جداً، أحتاج إلى وجبة خفيفة. المعلمة مشغولة، هذه فرصتي. أحتفظ بوجبة خفيفة أسفل المكتب تحسباً لحالات الطوارئ. ها هي، علي الإسراع. ستغضب كثيراً إن رأت هذا. هل كانت تلك حلوى؟ مهلاً؟ تجعلي هذا فحسب. ترى شيئاً. ماذا؟ ماذا؟ لا تتجرأي على هذا. لا يمكنك إيقافي. هذا مقزز يا إيفا. أشعر بالخزي من نفسي كثيراً، لكني لا أندم على هذا. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث. لم يشبع هذا نهمي للوجبات الخفيفة. لحسن الحظ، خبأت رقائق البطاطس هذا. ستفي هذه بالغرض، علي إخفاؤها. ستفي حاملة أقلامي بالغرض، علي أن أكون هادئة فحسب. إنه مجرد يوم عادي آخر. مذاقها رائع جداً، كنت أحتاج إلى هذا. افتحي فمك على اتساع. يا لطيباتك، هذا غريب. لا أملك يداً ثالثة. مرحباً يا إيفا، الرقائق ممنوعة، هل سمعتني؟ لقد سمعتك، لكنك لم تقولي شيئاً عن الدونات. ما الذي يجري في الخلف؟ سأشتتها، سأشتتها. إنني أراقبك. لا يهم، أنا أذكى منك. أمسكت بك. ماذا؟ يلا من حكة سيئة. يوجد خطب ما، إنها ماكرة. يحتاج هذا إلى إجراء صارم. كنت أعلم أن هذا التمثال سيكون مفيداً. أحتاج إلى تغيير مظهره. هكذا تماماً، وصلي النظر بعيداً. هذا ما أبحث عنه. أعتقد أنني استحققت هذا. إنها ألذ دونتس على الإطلاق، بكريمة وردية وسبرانكلد. إنها عمل فني. لا تأكليها، لا تأكليها. لقد حذرتك. كلا، مهلاً، أنت صلعاء. أعطيني إياها. هذا ظالم جداً، من الأفضل ألا تأكليها. أتركيها حالاً يا إيفا. ليتك تبذلين هذا المجهود في عملك المدرسي.
لا مزيد من هذا، هل تفهمين؟ علي تصحيح الأوراق. أجل؟ حسناً، ما هاللحظة؟ لدي فكرة رائعة، سأبدأ برسم دائرتين صغيرتين ثم سأوصلهما معاً. سأفعل الشيء نفسه بالنصف العلوي ثم سأرسم نمطاً مموجاً. سأفعل هذا حتى الطرف الآخر ثم في النصف العلوي، وبعد انتهائي من رسمها بالقلم الرصاص يمكنني تحديدها بقلم جاف سيبرزها هذا. علي تتبع الرسمة الأولى فحسب، لن أرتكب أي أخطاء. لا أريد إفسادها الآن، إنها تبدو مثل الدوناتس تماماً. يمكنني استخدام ممحاة للتخلص من القلم الرصاص ثم سألونها. سأملأ الجزء داخل النمط المموج، ستكون هذه كريمة الزينة. بدأ لعابي يسيل، ثم سألون الدونات. سأستخدم لوناً برتقالياً داكناً بهذا. سأستخدم قلم تصحيح لرسم السبرانكلز، سأنقطها على كريمة الزينة ثم سأضيف تظليلاً. علي التحرك حول الأطراف فحسب، سأفعل الشيء نفسه بالسبرانكلز، يجعلها هذا تبدو أكثر واقعية. لننتقل إلى المرحلة التالية، حان وقت التبديل. أنت لي أيتها الدونات، وسأترك الرسمة في العلبة. ماذا؟ من هناك؟ أنا متأكدة من أنني سمعت شيئاً. ماذا؟ هل يوجد خطب ما؟ إنني أقرأ كتابي. حسناً، لكنني سأراقبك. من كان يعلم أن الكتب مفيدة للغاية؟ إنها رائعة لإخطاء الدونات خاصتي. أسرعوا، فلتذهبوا إلى صفكم التالي. ها قد رحلوا أخيراً، كنت أتطلع إلى هذا. مهلاً، ماذا يحدث؟ ليست هذه دونات، لقد خدعت. إيفا! لنلتقط صورة ذاتية، تبدو هذه جميلة جداً. أمل أنني لم أتأخر على الصف. على ذكر الجمال، انظري إلى هذا، إنه كيفن. يا إلهي كيف أبدو؟ مرحبا يا كيفن، أنا هنا. أنت ذا، كنت آمل أن أراك. هاو، إنه وسيم جدا، سنكون ثنائيا رائعا. أتساءل ماذا سندعو أطفالنا؟ ومن يهتم؟ سيكونون بالغي الجمال. مهلا، ماذا حدث للتو؟ كلا، ليس الأمر هكذا. بالطبع هذا ما ستقولينه، علي الذهاب. إذن أنا وحدي مجددا. يا إيفا، عليك رؤية هذا، إنه مضحك جدا. لا أعتقد ذلك. كان ذلك وقحاً. إيفا، ها أنت ذا، أحضرت لك مثلجات. كلا، لا أريدها. إنها بنكهة الشوكولاتة المفضلة لديك. كلا، ابتعدي، ستذوب. حسناً، لنجرب هذا مجدداً. بشأن كيفن، أو لقد رحلت. مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذا. سأقطع أولاً دائرة من قطعة الورق ثم سأرسم وجهاً عليها. أعتقد أنني سأختار الوجه التعبيري الذي يضحك ويبكي، إنه كلاسيكي. سأحتاج إلى دائرة صفراء ودائرة وردية، سأضعهما على الوجه التعبيري. سأزين الدائرة العلوية برسمة وجه المحب، إنها جميلة جداً، انظروا إليها. ثم سأضيف دائرتين أخريين وسأرسم وجهاً تعبيرياً آخر. أعتقد أن هذا ينبغي أن يكون وجهاً حزيناً. ها، فلتبتهج أيها الصغير. سأضع دائرة وردية عليه وسأقلب وسألصق العصا بالغراء على ظهره. أريد أن أكون سعيدة فحسب. إيفا، عليك رؤية هذا، ما الأمر الآن؟ هكذا تبدين، علينا تحويل هذا العبوس إلى ابتسامة. هذا مضحك جدا، هكذا أشعر، أحبك. أنت صديقتي المقربة، أنت محرجة جدا. أجل، أعلم ذلك، لكن هذا مضحك، أليس كذلك؟ أعتقد هذا. أنا آسفة يا إيفا، لم أقصد أن يحدث ذلك. أهلا، هل ترين هذا؟ مستحيل، أنت مضحك جدا يا كيفن. ها، ليس من النوع المفضل لي. إذن هل سنعطي هذا؟ هيا كوني هادئة، لا أعتقد أن علينا فعل هذا. الوقت متأخر جدا، هل أنت مستعدة؟ واو، الشوكولاتة. حسناً، اتبعيني ودوسي حيث أدوس. ششش، هل أنت بخير؟ حسناً، طلبت مني أن أتبعها. من الجيد أني هبطت على يدي ولم أتأذى. لا عليك، لدينا شوكولاتة. ها؟ هذه ليست شوكولاتة، لا أصدق، إنها مجرد رسمة. مستحيل، إنها حقيقية. ماذا حدث؟ أين نحن؟ انظري، مستلزمات رسم، من الأفضل أن نبدأ الرسم. حسناً، التحدي الأول، ما هو يا ترى؟ أوه، يا
له من جرو جميل، هل يمكننا الاحتفاظ به؟ حسناً، يمكنني القيام بذلك. رأيت الرسامين يفعلون هذا، لا أعرف السبب، لكنه يبدو جيداً. هذا صغير بعض الشيء. مهلاً، وجدتها. ها؟ لدي يدي. فهمت، هذا سهل. سأحدد يدي. ماذا تفعلين؟ إنها سعيدة على الأقل. سأضع يدي على الورقة بهذا الشكل، ثم أرسم حولها. والآن سأجعلها تبدو كالجرو. القليل من الفرو، عيون جميلة، وأنف لطيف. سألون هنا قليلاً. يبدو جميلاً. يجب ألا أتجاوز الخطوط. انتهيت تقريباً. ها هو. كم هو جميل. أنا فخورة بما فعلت. سأسميه لاكي. إنه جميل حقاً. رسمتي تعجبني أيضاً. لكن... واو، يكفيك شرف المحاولة. من الفائز؟ مرحى. انظري، يحدث شيء ما. بسكويت لذيذ. إنه كالعظام التي تحبها الكلاب. أتوق بتذوقها. مهلا، بسكويت، عظمة، كلب. توقفي، إنها ليست لك. مذاقها رائع، أريد الوصفة. أوه، ليتك لم تفعلي هذا. ماذا هناك؟ هذا البسكويت للكلب. أوه، لماذا لم تقولي؟ تستحقين هذا. هي، تعال أيها الصغير، جلبت لك الحلوى، هيا. أوه، من أفضل كلب؟ أنت، أجل أنت. لابد أنك جائع بعد أن وقفت طويلاً لنرسمك. يا لك من جرو ذكي، خذ هذا. هذا مثير. يونيكورن؟ قد يكون هذا صعباً. سأستخدم الأقلام. لا أعرف، هناك الكثير من الخيارات. الطلاء أم الأقلام؟ الأقلام، أعتقد أن هذا هو الخيار الصعب. حسناً، هيا بنا. أوبس، عذراً، انزلق قلمي. أو انزلق. حسناً، تصرف طفولي. دعيني أساعدك في تحسين رسمتك. لا تفعلي هذا ثانية، حذرتك. لقد حسنتها. أوه، نسيت هذه البقعة. سأساعدك في تلوينها. أوه، لا فائدة من هذا. خذي هذا. توقفي، هل سنبقى هكذا طوال اليوم؟ خذي ورقة جديدة. حسناً، لكن سأدير ظهري لهذا الاتجاه. سأرسم أفضل يونيكورن على الإطلاق. وجدتها. UNICORN. سأصلها الآن معاً. سأرسم له تسريحة شعر جميلة، ولن أنسى الساقين. والآن لم يتبقى سوى التلوين. سيكون اللون الوردي رائعاً. أعتقد أني سأفوز. ليت اليونيكورن حقيقي. بقي الذيل فقط. انتهيت، كان سهلاً. تدا! أو لا، ها هي رسمتي. إنه جميل، أحسنتي. من فاز بهذه الجولة يا ترى؟ حسناً، أنا مصدومة. مرحى، الجائزة؟ أرجو أنها يونيكورن حقيقي. ما أجملها؟ لا تنفع، فهي صغيرة جداً. لنرى؟ أها، تبدو شهية جداً. ربما يمكنني تذوق قطعة صغيرة؟ هذا ما أحتاجه. ابتعدوا، سأتسبب بفوضى. ماذا أرى؟ أعتذر، لقد تعثرت وسقطت فوق الكيكة. أنقذت لك القليل منها. لا أصدق ما أرى. لقد عرضت عليك. هل أنت مستعدة للتحدي التالي؟ صبار، ستهزمين. أشك بذلك، أنت ستخسرين. هيا، سيكون تحديا سهلا. سأحافظ على طاقتي مرتفعة. لن أتوتر، سأفوز حتما. انتهيت تقريبا. وأخيرا انتهيت. حددي الفرق بينهما. هذا صعب، أليس كذلك؟ ما هذا؟ شاهدي وتعلمي. سأمرر هذه الإسفنجة على قطعة الورق، ومن ثم أستخدم إسفنجة أصغر للأطراف. حان وقت رسم الأزهار. علي الآن إضافة بعض التفاصيل. ربما أضع لها إطاراً فيما بعد. ما رأيك؟ حسناً، كلاهما بلون أخضر. لقد نجحت. لا
تشكلين أي تهديد. واو، صبارة من الورق، أعتقد أن بداخلها حلوى. هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك، تضع هذه العصابة. حسناً، وقت العمل. انظري، إنها مذهلة. ها، هل قلت شيئاً؟ أين ذهبت؟ مرحباً، لا بأس، هي الخاسرة. ماذا حدث؟ هاي، من أين أتت هذه الحلوى؟ يراودني شعور جيد حيال هذا التحدي. حسناً، هذا مخيب للأمل. ظننته تحدياً. حسناً، ماذا سأستخدم هذه المرة؟ كبيرة جداً. كلا، ليست جيدة. هذه ممتازة. اليقطين سهل وبسيط. إنه دائرة برتقالية. يجب أن أفوز هذه المرة. حسناً، سيكفي هذا بالغرض. سأبدأ برسم الأجزاء، ثم عنق اليقطين، وسألونه الآن. سيبدو أجمل إن استخدمت درجات مختلفة من اللون. سعيدة بالنتيجة. ما رأيك؟ هاي، انهضي. مرحباً. أوهو، انهضي، يفترض أن ترسمي. لقد استيقظت، ماذا يحدث؟ أو حسناً، اليقطين. رائع، نفذ الوقت. هذا أفضل ما يمكنني فعله. هناك شيء صغير على خدك. حقاً؟ ما هو؟ أو طلاء، إنه مناسب لك. مرحى، ما الجائزة؟ عصير اليقطين؟ ليس هذا لطيفاً. أنا أشعر بشيء غريب. ما الذي يحدث؟ هل تجلس على رأس اليقطينة؟ حصلت على زي مناسب للهالوين القادم. أكره هذه اللعبة. وجهي، وجهي الجميل، لقد عاد. عذراً، شعرت بالذعر. لن أشربه ثانية. هاي، يمكنك الاحتفاظ به. هاي، انظري. بابيت، رائع. أفضل أغراض اليوم. سأرسمها بشكل مذهل. سأرسم مربعاً في البداية، ثم سأرسم الدوائر. لدي فكرة أفضل. لحسن الحظ، لدي آلة للتصوير. حسناً، هيا بنا. وأضغط على زر النسخ. لا يمكن رسمها بشكل أفضل من هذا. ماذا يحدث؟ ها هي، والتالي هو التلوين. أو سيكون هذا ممتعاً. سأضع خطاً من الطلاء الأحمر هنا، وأكمل ببقية الألوان. إنها كقوس قزح. إنها مثل بوبيت، أريد طباعتها. أحسنت صنم، أعتقد أني فزت بهذه الجولة. مستحيل، فعلتها. لابد أنك تمزحين. انظري لرسمتي. ابتعدي عن الطاولة سيدتي. أعطيني يدك. اليد الأخرى، لا تقاومي. استخدام آلة التصوير ليس رسما. نحن نتعامل مع الغش بجدية كبيرة. عذراً، لم أتوقع هذا منها. واو، شوكولاتة بوبيت المفضلة لدي. شهية. حسناً، إلى السجن، هيا بنا. لا يهم. هل يود أحد الاشتراك في هذه المسابقة؟ أي شخص مرحب به؟ باستثنائك. اذهبي من هنا، يا لك من مقززة. واو، والآن هذا ما أريده. سيارة من تلك؟ لا تقلقي يا سيدتي، سآتي إلى بابك. ها أنت ذا، انتبهي لخطواتك. لقد طالت هذه الرحلة كثيرا. سيشرفني أن تأخذي منشوري. ابتعدي. ما هذا؟ دعوة لدخول مسابقة رسم؟ كلا، لما يجب أن تكون هناك رياح في أي مكان؟ من شيء هنا. ما هذا؟
رسم؟ آه شكراً، أعطيني ذلك. والآن انظري إلى ما فعلت، يبدو أن كلتيهما ستذهبان. حسناً، هل نحن مستعدون للرسم؟ لنبدأ الإحماء برسم قوس قزح. قوس قزح؟ ها؟ يا له من موضوع للإحماء. أعرف ما سأفعل، يمكن لحقيبة أغراضي أن تصبح مفيدة أخيراً. لنرى. أوه مرحباً أيها الصغير. أوه كلا، أوه يا لك من فتى مطيع. ها هو ما كنت أبحث عنه. هل أنتم مستعدون لمشاهدة السحر؟ انظروا إلى هذه الألوان وهي تتحول إلى قوس قزح كامل. علي وضع عدة قطرات فحسب. ها نحن دا، انتهيت. حسناً، بل كدت أنتهي. رائع، سأستخدم هذه الأداة. هل هذا مرضي أم ماذا؟ يتعلق الأمر كله باستخدام المتوفر لديكم. ها نحن دا، أوه هذا فضي قليلاً. والآن سأزيل الشريط اللاصق كله، لا مثيل لخط أنيق وسلس. حسناً، لنجعل هذا الخط ثلاثة خطوط مستقيمة. ها قد انتهيت، شكراً على المساعدة. هذا مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ أعتقد أنه جيد، أستطيع تولي هذا. مرحباً، هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هذا جميل جداً، اذهب. أحتاج إلى مساحة لأتمكن من الإبداع هنا. هذا مثير للاهتمام. هذا واضح، فلتشاهدوا وتتعلموا جميعاً. إنه جميل بوجود كل هذه الألوان، أليس كذلك؟ انتظروا لتروا ما تعلي. هل رأيتم؟ يتسنى لي العمل أحياناً. وحين ينتهي ذلك، يتبقى لكم مسحوق قوس قزح مدهش. انظروا إلى درجات الألوان الحيوية. تدا! كان ذلك مذهلاً حقاً. بالتأكيد لم أنتهي بعد، وكأنه فتى قوس قزح يرقص. يمنح هذا شخصية، ألا تعتقدين ذلك؟ حسناً، كلاهما مثير للاهتمام، ولهذا ستفوز كلتاكما. هذا جيد. أداة، فهمت ذلك. أداة؟ ها؟ هاو لا تقل المزيد، أعرف الأداة المناسبة. هاو ها هي. إنه لطيف جدا صحيح، لكن يمكنني إجراء بعض التعديلات. هذا جيد، والآن لنبدأ العمل. هل فعلناها؟ ثم ابدأ. أجل، سأفعل. هل أرى ما أعتقد أني أراه؟ أجل، إنه رائع جداً، أعرف. والآن أرسم أيها الصغير. لكن لأن كل فنان يحتاج إلى إلهام صغير، فإليك إلهامك. هل تعتقد أن بإمكانك رسم قطة صغيرة؟ لا مشكلة، يمكنك دائماً الاعتماد على هذا الشيء لرسم دائرة مثالية. هل تعرفت على هذا الشيء بعد؟ امنحي دقيقة فحسب، سيفعل ذلك. انظري إلى كل هذه الخطوط المثالية. هذا بحق السماء؟ لا أوافق على ذلك. هل يمكن للروبوتات صنع فن حقيقي؟ يبدو الأمر كذلك. يبدو أنها اكتملت، ولا أحتاج إلى أن أقول أنها مثالية، هل ترين؟ حسناً، بإمكاني منافستك في هذه اللعبة. أحتاج إلى الأشكال الصحيحة فحسب. لنرى ماذا هنا. قليل من التجميع، وها نحن. مجرد قطعة بلاستيك وصورة على هاتفكم. وبوف، يمكنكم استشفافها. هذا مبتكر، أليس كذلك؟ أن تكون واسع الحيلة دائماً ما يفلح. دائماً ما يفلح. كدت أنتهي، النتيجة تصبح جميلة جداً على ما أعتقد. هذا مضجر، هذا مضجر. الأسباب واضحة، ناومي. محال،
يبدو أن الابتكار هو الحل. روبوت غبي، مكانك هو سلة المهملات، هل تسمع ذلك؟ كلا، أنت القمامة. ها؟ ماذا؟ أرسمت شيئاً لي؟ هل يفترض أن يكون ذلك مضحكاً؟ لقد خذلتنا التكنولوجيا اليوم. حسناً، حان الوقت لإعداد طبق من الرامن. الآن سأحضر شوكة الطعام. أوه، أشم رائحة شهية. ماذا لدينا هنا؟ أوه، أعتقد أن شوكة الطعام هذه لك. حسناً، أحتاج الآن إلى شوكة طعام لي أنا. ماذا؟ نفدت كل الشوك. ماذا سأفعل؟ سأتناول هذه النودلز. حسناً، سأبحث في المدرسة. رائع، الكثير من شوك الطعام. هذا مذهل. يا إلهي، من أين كل هؤلاء الطلاب؟ مستحيل، أخذوا كل الشوك. أريد فقط تناول طبقي. أهلاً، كيف نسيت هذا؟ حان الوقت لحل مشكلة شوكة الطعام. سأرسم هذا الشكل بهذه الطريقة. رائع، بداية موفقة. انتهيت، أنا عبقرية. شوكة بقلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. إنها شهية كما كنت آمل. هذا ممل، أشعر بملل شديد. يا إلهي، هو قادم، لا أصدق ما أراه. متأخر كالعادة. حسناً، هيا اجلس. سيجلس بجواري، أمل أن مظهري جميل. ما هذا الشيء؟ قبعة طاهن؟ مرحباً يا فتاة، كيف الحال؟ لا بأس، هل تريد بعض الآيس كريم؟ لا أتناول طعام غير صحي. واو، كم هو جذاب. ماذا؟ لا، لطخت قطرات الآيس كريم بلوزتي. يا لها من كارثة. سيلغى الزفاف حتماً إن رأى هذه القبعة. وسيهرب مني، وبما أنه عداء سيكون سريعاً جداً. ستفسد هذه البقعة كل شيء. لن أستطيع اللحاق به وسينتهي حلمي. لا، يا إلهي، لن أسمح بحدوث هذا. لابد أن هناك شيء ما قد يساعدني. قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد، أظن أنه سيفي بالغرض. سأبدأ برسم مثلث ثم سأعود لملئه بالكامل من الجزء السفلي حتى القمة. جيد، والآن سأصنع خطوطا قطرية وبهذا الاتجاه أيضا لنحصل على خطوط متقاطعة. وسأملأ الدائرة التي رسمتها ذهبا وإيابا، ذهبا وإيابا. لون جميل، هكذا. حسنا، سأرسم هنا خطا متعرجا. وأحتاج إلى تغيير اللون ثانية ليتمكن من إضافة الخط المتعرج إلى الآيس كريم. ثم سأعود لملئه، أصبح متناسقا وشبيها بالشوكولاتة. رائع، أصبح بمظهر شهي. لكني سأضيف إليه أيضا زينة الحلوى، القليل فقط، وسأنتهي. واو، هذا رائع. والآن سأضع هذا الشيء فوق القبعة. هل سيعجبه هذا يا ترى؟ أوه، انظروا إليها، كم هي لطيفة. كيف حالك؟ يا له من مقطوط آيس كريم جميل. ماذا؟ ما هذا كله؟ لا أفهم منه شيئاً. لا تنظري إلى ورقتي. ماذا سأفعل الآن؟ لنرى ممن سأطلب الحضور إلى السبورة. توقفي عن الاختفاء خلف كتابك، تعالي إلى هنا. ماذا؟ هذا ظلم، لم أرفع يدي. حسناً، كتبت المادة الكيميائية على السبورة وعليك تنفيذها. يمكنك البدء بهذا. هيا، تخيلي أنك في المختبر. هيا، ابدأي العمل. جاءتني مكالمة، وصلي العمل، أريد رؤية النتائج. لا أصدق أنه يتوقع مني القيام بهذا. هاي، خذي ذاك الأنبوب. ماذا؟ كلا، ليس هذا، الأنبوب الآخر. هل تعنين الأنبوب الأحمر؟ هي لك من عديمة الفائدة. هذا، مهلاً، هذا الأنبوب الصغير. حسناً، فهمت. سيكون هذا رائعاً، أعتقد أن علي خلط هاتين المادتين معاً. ما هذا؟ انفجار؟ وقعت في الفخ. ماذا؟ لا، احترقت الطاولة وتكون ثقب فيها. مستحيل ألا يلاحظ هذا، أنا في ورطة كبيرة. يا لك من فتاة سيئة.
ماذا سأفعل الآن؟ لا أريد أن أطرد من الفصل. مهلاً، قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. حسناً، يمكنني إصلاح هذا. سأبدأ بخطوط طويلة فوق الثقب، ثم سأكرر الشيء داتا بالاتجاه المعاكس. أتمنى إنهاء هذا قبل عودة المعلم، ربما لن يلاحظ الثقب. كدت أنتهي، بقي القليل فقط. حسناً، انتهيت. غطيت الحفرة بالكامل. سأضع الأنبوب الزجاجي فوقها. فكرة رائعة للإخفاء. أوه، ما زلت هنا؟ حسناً، أحسنتي صنعاً. عودي إلى مقعدك. أوه، مرحا، نهيت آخر يوم من حميتي الغذائية. أغرب عن وجهي أيها الكرفس. حان الوقت لتناول شيء شهي أكثر. هذا رائع، هيا بنا. سأسكب هذا كله فوق النودلز. أعطيني قطعة اللحم هذه، شهية، والنقانق أيضاً. والآن سأتناول النودلز، أحبها كثيراً. ما الذي تفعله؟ سأوثق هذا. يجب أن أقترب أكثر. هي، توقفي. أوه يا إلهي، آسفة حقاً. انظري إلى ما فعلته بهاتفي. تفضلي هذه المناديل الورقية. هذا مؤسف. هي، مهلا لحظة. أكيد، الطباعة ثلاثية الأبعاد. خطرت لي فكرة. حسناً، أحضرت حافظة هاتف شفافة وقلم الطباعة. سأبدأ برسم عليها بهذا اللون الأصفر. لست بحاجة إلى الحذر أثناء الرسم. سأقوم فقط بملء كل الفراغات. سأنتهي من هذه الزاوية وجاهز. ستصبح الحافظة أجمل عند إضافة بعض الزينة. يا إلهي، ما أجملها. تدا، ما رأيك؟ أليست جميلة؟ لأني صنعتها لك. واو، شكراً جزيلاً، عجبتني فعلاً. إيه، هل تريدين بعض النودلز؟ أنت الخاسرة. أوف، تعبت رقبتي من كتابة الواجب، لكن علي المتابعة، فأنا لم أنتهي بعد. لكني متابعة، سأخذ وقفة قصيرة لنرى. طبعاً، هذا منطقي، ستساعدني هذه الصيغ والحسابات. كيف لي أن أنسى نظرية فيثاغورس؟ واو، واو، يا بارعة في الرياضيات، أنا منبهرة. قليل من الحسابات فقط. هل اللحظة؟ أجل، وجدتها. أوه، واجبي المنزلي. يا لذكائي، لقد تلف كله. لا، يا إلهي، واجبي، هل هو مبلل؟ لقد كان مجرد حلم. هي، ألم تنهي واجبك بعد؟ واو، ما هذه النظرة الشريرة؟ هل أنت غاضبة مني؟ كلا، مستحيل، لا يمكن أن أخاطر. سأحل هذه المشكلة. هيا يا قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد، هل أنت مستعد؟ أحتاج لقلب هذا الكوب، ثم سأتتبع فوهة هذا الكوب بالقلم بشكل دائري هكذا. والآن سأبدأ بملء هذه الدائرة. أسهل طريقة لفعل ذلك هي الرسم جيئة وذهابا، لكن لا بأس لو كانت الخطوط معوجة. واصل الرسم، هيا بنا، بقي القليل وسننتهي. تدا، صنعت غطاء الكوب، لكني لم أنتهي بعد. أحتاج فقط لإضافة المزيد من الخطوط المتعرجة، ثم سأقوم بوصلها بالغطاء وأعود لملئها باستخدام القلم. عند الانتهاء من هذا الجزء سأضع المزيد حول الكوب كله. ياي، انتهيت، ممتاز، بقي ثابتا. حصلنا على غطاء مثالي للكوب. واو، لا أصدق أنك صنعت هذا بنفسك. انظري، يمكنني الشرب منه، ومن ثم إعادة وضع الغطاء. والآن لا حاجة للقلق بشأن تعرض الواجب للبلل، لن تتبلل الرياضيات أبداً. يا لها من فطيرة بانكيك رائعة، حتماً ستكون شهية المذاق. لا أريد أن ألعب الحجلة. واو، ما هذه الرائحة الشهية؟ يجب أن أذهب لاكتشاف مصدرها. واو، قمت بإعداد البانكيك، لأنك تستحقين ذلك. كنت أنتهي، سأقلب الفطيرة الأخيرة. سأضع الملعقة في الأسفل. هيا، يا إلهي، انكسر مقبض الملعقة. ماذا سأفعل الآن؟ هي، وجدتها، قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. حان وقت الرسم. ها
هذه ملعقة بشكل مثالي، رائع، لكن لم أنتهي بعد، سأضيف المزيد من الأشكال في المنتصف، هكذا، والآن سأستخدم لوناً آخر، وأملأ المساحة الفارغة باللون البرتقالي، لكني سأبتعد عن هذه الأشكال البيضاوية، سأواصل ملأها إلى نهاية المقبض، وسأتجنب ملأ الدائرة التي في الأسفل أيضاً. ربما يمكنني استخدام هذه المجرفة؟ أوه، لقد عادت! أمي، صنعت لك ملعقة جديدة، يمكنك أخيراً قلب الفطيرة. حسناً، سأجرب. يا إلهي، نجحت تماماً. حسناً، وأخيراً حان وقت تناول الإفطار. الموز وشراب الشوكولاتة تبدو شهية.